Hola. سلام سلام اختي، مرحبا، ما شاء الله زوينة، ربي يحفظك. دخلت الكريمة في عيني. بونسوار. بلاتي نمجة. هلو، غتبارطاجي ولا؟ اولا سوسو، اولا حنان، اهلا، كشتينا بخير؟ بارطاجي اللايف بخير حنان، زين ما شاء الله، ربي يحفظك اختي. ما تفضلش عليك حنونه ديالي، الطنجاويه ديالي. سلام، مرحبا، الحمد لله اختي، الحمد لله. الزين ديالي اوعدي عيني دخلت لي فيها شي حاجه كدمع. سمر الله يعاونك حنان، الله يعاونك. اي والله سمر الصهد. ولا هو باولا حنان، عندكم شي صهد في حنا؟ حنا عندنا الموت هنا يا اختي، الموت الموت الموت، 37 درجه. سلام زوينه، يحجبك لميمتك، حجبني راسي، شكرا يا ربي. امين اختي، اللومه بزاف ديال الحراره، بزاف. حنا 37، غدا غتنزل يمكن الحراره شويش، غدا غتنزل 29. السلام الزين، كتعجبني، ربي يحفظك اختي. يا اختي الزين، ربي يحفظكم. مع شويه، ماشي بزاف، غير شويش. دون دي بيبيش، انا خارجه مدريد. جيتي كيوت، ثانك يو. انا بغيت نخدم معاك، انا في ماروك ان شاء الله، علاش لا؟ مرحبا. اح عيني، راك زين. صافي اختي سعاد، ربي يحفظكم. غا شويه وصافي، ماشي بزاف. اريش لا ميخور، موتيسيماس غراسياس. هاو ار يو؟ ام فاين ثانكس. واش جيتي مايوركا؟ نو نونكا، بيرو مي غوستاريا. توحشناك المبدعه، شحالي ما عملت اللايف ياك. هاي دخلت لي كريمه في عيني. اولا رينا، اولا. كتسكني في جونكوس؟ نو، جو فيفو ان ارويو مولينوس. اوف، الغزاله وشحال كنحبك، ربي يحفظك سميه. يمكن انت شنو انا؟ كيفاش ما نبغيك هاني؟
شنو كديري شعرك عافاك؟ اوكي شنو كندير اختي انا؟ شي حاجه تخدلي في عيني. شنو كندير انا اختي؟ زيت المعجزه واعشاب المعجزه اختي. نو ما عنديش القشره انا، ما عنديش القشره، مستحيل تكون عندي القشره مع الاعشاب ديالي. ما عنديش ريحه القشره، ما عنديش ريحه القشره، ندخل لك هكذا براسي عنديش القشره. عندي الجلد هذا راه صحيه، حتى الشيب ما عندكش، لا والو ما عنديش الشيب. عندي ني شي ها ماشي جوج هنا وشي ثلاثه هنا، غنخليهم ما نحيدهمش. يا الهي شنو تخلي في عيني؟ خيار ما عملنا شي دويره في دارك اذا جات على خاطرك، نشوف شويه الديكور. عامله واحد الفيديو انا على حساب الديكور ديال الدار. ها النوض ها انتي اختي، هنا هادو قبلتهم كاين الشوميني. هاد الديكور انا عدلته، هاد المرايه انا اللي صبغتها، هادو انا عدلتهم، هاد المخدات هادو انا معدلاهم كاملين، المدورين ولا المربعين كاملين. صافي تما عامله الرابوز وداكشي. هذا الكون ديال التلفاز والصالون فين كنجلسو، تما فين كنجلس بزاف. هادي لا سالا مونجي، صافي ها سهله بسيطه. كانوا عندي هنايا المطارب السدادر، كانوا عندي السدادر، وهاد الميسه هادي كانت هنا وهادو كانوا هنا، فانا خليت هيدا من الدنيا متسعه احسن. خليت الدنيا هيداك متسعة احسن. مشات تشوف المرايا، نو ما شفتش المرايا، ما كنتش حدا المرايا انا، ما كنتش حدا المرايا. دارك غزالة تبارك الله، ربي يحفظك اختي. واش كتبيعي هادوك زيوت؟ اكيد اه ما اختي، الاعشاب لمحاربة الصلع، الزيت لتقويه وتطويل الشعر، جوج بهم عندهم نفس الافي. وهاد الاعشاب انا كنفضل انهم يكون الناس اللي عندهم الصلع عندهم الفراغات بزاف يديو هاد الاعشاب، وعندهم الشعر ضعيف بزاف، ضعيف بزاف، داك الشعر اللي بحال الريح، هادو كيعطي واحد الفوليوم خطير هاد الاعشاب هادو. اوكي عندي حاجات اخرين، كاين لوسيون، كاين هذا ديال التبييض، هو اللي كنت عامله البارح في واحد توحيد اللون، يعني ماشي التبييض، ما كنقولش التبييض، كنقول توحيد وتصفيه البشره، تنقيه البشره. ملي كتكون البشره نقيه وصافيه وفيها واحد كتعطيك الضوء، عطيك واحد الضوء. انا دابا عامله السموريه، كيعجبني هذا الكولور، هذا الفلاش هذا. فمنين كتكون البشره متوحده وكيكون ما كتكونش فيها الحبوب، انا ما عنديش الحبوب في الجسم ديالي، ما عنديش الحبوب وديك جلد الايوزه. علاش؟ لانني كنعتني بزاف بالجلده ديالي، البشره ديالي كنعتني بها بزاف بزاف. هاد الماسك هذا كيمشي للوجه، البارح عملته في عنقي، عملته هنا في صدري، عملته في يدي هنايا، وبقيت كنفرك كنخلطو مع شي حاجات وكندهن الوجه الوجه والبشره. السلام غزاله القطيطه، ربي يحفظك اختي. سلام عاد كيدخل شويه القهوه. بغيت الماسك، مرحبا اختي، دخل عندي الانستغرام ديالي سعاد ستار لوكس اوفيسيال، وتما نعطيك الرقم ديالي ومن بعد نتفاهموا فين عايشه. طريقه ديال المصيفطه، طريقه المصيفطه سهله، انا كنصيفطو في كوريرز وكنصيفطو مسوقر، كنصيفط لي برودوي مسوقرين. دخل عندي الانستغرام ديالي سعاد ستار لوكس اوفيسيال، نكتبو لكم الا ما كنتوش شي كتعقلوا عليه او لا ما كتعرفوش شي. سعاد ستار لوكس اوفيسيال هذا هو الانستغرام ديالي، فيه 20000. دخل تما اختي عندي الخاص، دخل عندي الخاص وكتب لي تعليق بلي انك باغيه الحاجه الفلانيه وانا نرد عليك.
سلام اختي، انا شعري خفيف بزاف، كيتحليه بزاف، مرتني ما خليت ما عملت والو، هاديك والو، فين كاين انتي؟ هنا في اسبانيا. انا كاينه اختي في نواحي مدريد. بحق فين ما كنتي اختي انا غنصيفط لك، واخا تكون ساكنه قدامي ما نقولكش اجي عندي الدار، ولا مشينا عندك الدار. فين ما كنتي اختي غادي نصيفط لك، فين ما كتكون اتصل بيا اختي في الانستغرام وهنا معك. تعيشي عطينا الوصفه نتاع الصالع. ها هي اختي، ها هي الوصفه نتاع الصالع. ها هي حبيبه ديالي للطلب، ها هي موجوده اختي الوصفه الصالع. بلا ما تعذبي لي راسك ولا تمحني لي راسك، لا يعذبك ولا يشقيك، لا يعذبك ولا يشقيك باش تطلبي نتينا هاد الاعشاب وهاد الشيء هذا، وتنقم عليك الدقه والتفليقه، نقم عليك باش تطلب الاعشاب نص مليون، نص مليون بغي باش تشري الاعشاب. بلاش اختي، الله لا يحوجك ولا هادي. ها هي الوصفه موجوده. مرحبا، انا شعري راه بياض مزيان، بياض زوين والله. مشيتي لتركيا؟ انا خدشي والله الى غير تخربيقه. ايوا تخربيقه اختي، شوف تخربيقه اختي، شوف شوف تخربيقه الحبيبه ديالي شنو عطات، شوف شوف تخربيقه الحبيبه ديالي شنو عطات، شوف شفتي تخربيقه الحبيبه ديالي؟ هذه غير جهه وحده. شفتي تخربيقه شنو عطات؟ نمسح لك اخرى، هاك هي اخرى. شوف تخربيقه شنو كتعطي شتي؟ او لا لا، او لا لا، او ماي جاد، او ماي جاد. شتي تخربيقه؟ او لا لا، شي خطير، هادشي خطير حبيبه. حنا مازال عاد باغيين، مازال هادشي طوال، ومازال ما بقاش نتقبض عليه كاع. انا عارفه شنو دايره في هادشي هذا، انا اللي عارفه الريزلت. انت كتشوفيه بعينك، شفت الناس وشفت الخليجيات مشاو لتركيا وعملوا زراعه الشعر، ويا ربي سبحان الله ما بقات لا واحد البنت خليجيه كنعرفها، متبعاها في التيك توك، متبعاها في التيك توك. انا واحد البنت مشات عملت العمليه ديال زراعه الشعر، كانت عندها هذه خاويه يعني قرعه مره، ومشات عملت زراعه الشعر. سبحان الله العلي العظيم ما كيكبرش مقاد، هو هذاك كبر لها من هنايا وبقى خفيف بحال، كيبقى بحال بصيلات الشعر ديالها، وهنايا بقات لها هذه قرعه، ما عاد خصها تعاود لها عاوتاني الزراعه ولا تشوف شنو غتعمل فيها. ما بغاتش تكبر لها الشعر، الجلد هذا الراس الكويرو كابيودو ما تقبلاش ديك الشعر، ما تقبلوش. راه ماشي دائما كتنجح، بعض المرات ما كيتقبلوش وكيطيح لك عاوتاني، كيطيح لك كامل. اختي انا عاجباني التخربيقه، الا كانت غير هاد التخربيقه بحال هيدا اختي الله يعطيك التخربيقه ويزيدك. خصكم تبقاو تامنوا بالوصفات الطبيعيه، لان هي المستقبل. جميع الشركات العالميه غادي تقلب الى البيو الطبيعي. مابقاوش تشريو داك الشيء، داك الشيء من فارماسيان، داك الشيء ديك الكريمات ديال السوبر مارشيات وداك الشيء. نو، بقاو تامنوا شويه بالطبيعي وتبعوه تبعوه تبعوه، كيعطيكم النتائج على المدى الطويل، غيعجبوكم النتائج ديال البيو. خصكم غير المداومه، حاجه طبيعيه وناتوريل. دائما دائما الطبيعه كتعطي نتيجه، دائما الطبيعه تعطيك نتيجه، ولكن خصك المداومه. شو عم تقولوا؟ وسعاد وي هيا انا حبيبه، بلاتي نعمل هيدا بطاري باش ما نطولش شي. قولي حبيبه، صباغه طبيعيه للشعر اش؟ انا عاد هذيك عاده نبدا نبحث فيها اختي، خليني دابا نتفك مع هادشي اللي عندي، لان دابا انا ما عنديش الشيب. والحاجه اللي ما كتهمنيش باش ما نكذبش عليكم، الحاجه اللي ما كتهمنيش بزاف ما كنبحثش فيها بزاف،
ولكن منين كتقيسني الحاجه بحال دابا هادشي اللي هنايا هادو من محض التجربه ديالي. علاش؟ لان واحد الحاجه كتهمني، كان كيهمني تساقط الشعر وتطويل الشعر، هانا ها اللي اكتشفت وانا اللي مجربه على راسي، وكنضرب شهور وسنين على الحاجه اللي كنعمل انا. مثلا دابا انا الشيب ما نجيش نكذب عليكم نقول لك واشري هادي وشري هادي وعمله، لا لا ما عنديش التجربه دابا في الصبايا الطبيعيين الشيب، ولكن كيهمني الامر لان بداو كيطلعوا لي هادو. دابا انا ما عرفتش واش نخلي هاد الشويبات نخليهم بويض هوادين هكذا، اولا نصبغ بالصباغه الطبيعيه، لا على حسب. انا بغيت ديك الشيب يكبر، ولكن بغيتو يكبر عاوتاني مقاد، ما يكبرش مفترش. لون شعري طبيعي، لون شعري طبيعي، غير مع الاعشاب كيتبدل شويه ضروري، الاعشاب والزيت كيبدلوا اللون ديال الشعر شويه، وكيعطي اللمعه. اللي عامل لي اللمعه في شعري هما هاد الاعشاب والزيت ديالي. شي وصفه كطول الشعر عافاك. الزيت ديالي اختي، الزيت ديالي هو اللي كيطول الشعر، الزيت ديالي وعن تجربه. وها هو بغيتي، ها هو بغيتي شي كنعملو انا وصحاباتي. انستغرام تاعك سعاد ستارلوكس اوفيسيال. انا لي برودوي ديالي البنات عزازين عليا، راه ماشي اي واحد كيستاهلهم. مثلا دابا الا كنتي انت كتدخل تعاير فيا وتسبني وعرفتك وعقلت عليك، والله ما نبيعو لك، واخا تقول لي نعطيك ما عرف شحال ما نبيعو لكش، لا ما نبيعو لكش حيت ما كتستاهليش. انت كتسبيني ومن بعد تجي تاخدي مني الفائده ونطول لك انا ونزين لك شعرك. خليك بالقرعه ديالك، غنخليك بالقرعه ديالك، حتى الا شريتي وخلصتي فيه فلوس ما غينفعكش، لان دعويه غتخرج فيك، فهمتيني؟ حيت كتدخلوا تسبوا فيا وتعرقوا لي وما تخليو ما تعطيوني، ومن بعد تجي تقولي عطيني الاستفاده اختي نشريها منك، لا ما تشريش مني الخبره ديالي، ما نبيعولكش واخا ما عرف شنو تنزل لي ما نبيعولكش. اقسم بالله، لان هذا الدواء هذا العلاج انا كنعطي غير الناس اللي كتستاهل، الناس اللي بصح محروقه من القلب انا كنعطي العلاج، وهذا العلاج هذا ما كيتقدر بالثمن. عندك وات ويب سايت؟ لا اختي باقي ما عملتش الويب سايت. كيطيح لي بزاف حبيبه، وي المشكل ديال العصر كلشي كيطيح له بزاف حبيبه ديالي، خصك الحل. ملعوقه يا سعاد. واش غنقول لهم انا هادو؟ يلا اش مش تقول لهم؟ يزبلوا فيكم يخليو ما يعرقوا لكم، بعد يجي تقول لك عطيني سمعت عندي الزيت كيطول الشعر وكيقوي الشعر، تجي تقول لك اختي انا بغيت ديك الزيت. وانا عقال عليك، وانا كنعقل على البرفيلات، كنعقل عليكم واحد بواحد، انا عقال عليك وغنعمل لك بالوك. قلت لي عاد مجان عندي جابك الله، غنقول لك اه واخا انا ملهوفه، انا الزيت ديالي كنبيعو بالشن والهمه ولمن تقدروا ولمن يفيد. نبغي هذيك اللي يفيدها، ماشي ديك العدوه اللدوده ولا ديك المنكوبه اللي كتجي تسب فيا، ما نبغيش يفيدها، خساره فيها، نعزو فيك كذبش عليك، لان الحاجه ديالي انا عزيزه عليا وغاليه عليا. البالوق غزاله نحمق عليك وعلى طريقه كلامك، ربي يحفظك. شنو تبيعين؟ شنو تبيعين؟ ابيع وصفات طبيعيه. انت فنان، انا فنان، انا فنان. كنت فرج واحد المسلسل تركي في هنا في اسبانيا. شتو دابا؟ شتو دابا البسالات؟ دابا على هذا الطاو كيجيو الناموس، فين ما كان شي ناموس تيتو غيجي تجمع عندي، مع انني ما عنديش الناموس حيت عندي واحد العشبه مغروسه على برا. انا ما كنشوفش الناموس في الصيف، ما كيعضنيش الناموس، ما عندناش. عندي واحد العشبه سيتريك في هذيك الريحه بحال لي سيتريك. بارطاجيو لايف وعملوا لايكات. اشني اسم هذا المسلسل؟ لايخا ديال الامباخادور، ابنه السافر. انت بيدك ناموسه، ايوا يا اختي لا نطيح عليك نمصلك دمك. ارسم عالمي فوق القمم، انا فنان، انا فنان. ارسم ماما ارسم بابا بالالوان، بشحال داك الباك كامل. انا في المغرب، وفي المغرب ما كنصيفطش. ارسم عالمي فوق القمم، انا فنان. كيفاش نشريو؟ دخل عندي الانستغرام ديالي حبيبه ديالي، ها هو الانستغرام ديالي، وخلي لي تعليق الزين ديالي في، ماشي تعليق، خلي لي ميساج في الخاص، قولي سعاد انا اللي سولت على الزيت، ولا انا اللي سولت على الباودر ديال توحيد اللون وتصفيه البشره من الحبوب. نسيت المولود ديالي الجديد الغالي العزيز عليا. انا كنموت على هاد الصوابن اخوتي، انا بموت، انا راني باديه وحده.
هادو كيزولوا لك الحبوب البهاق، حتى هاد الباودر هادي كتزول لك البهاق. الناس اللي كتشوف دابا بحر في عتمه كتبرونزو كيخرجوا لكم البهاق، ديك طبيعه بيضاء. الباودر والصابونه ديالي كتزول حب شباب الحبوب ديال الجلد، كتوحد لون البشره. غير الصابونه بوحدها منين غادي تغسل بها غادي تشوف لانها توحدت لك لون البشره، لان فيها شي ديال المعادن وفيها شي ديال الفيتامينات وفيها لاكتيوس، فيها اشياء مهمه. ولا باز ديال لا باز لي ديال الصابونه هي لا باز ديال الجليسيرين، وباقي كنتسنى توصلني لا باز ديال حليب المعزه، حليب الماعز. في الاخر البنات عقلتوا ديك الصابونه ديال الحليب الحمارة اللي كنت شريت الصابون. شوف هاد الشيء هذا ما عنده هذا ما عنده حتى شي علاقه مع الصيدليه. هاد الشيء هذا ما عنده حتى شي علاقه مع الصيدليه، بالعكس دابا الصيدليين اللي كيدخلوا دابا كيدحسوا معنا، باغيين يبيعوا سبيرولين وباغيين يبيعوا اشياء طبيعيه. شكرا اختي ديالي اللي كتعطيني الهدايا، شكرا فيفا ماروك. قلت لك الصيدليين ما خصهمش يبيعوا هاد الشيء هذا، كيبيعوا داك الشيء شيميك، داك الشيء كيميائي، ما خصهمش يدخلوا في هذا الشيء طبيعي. هذا الشيء طبيعي راه اغلى من ديك اللي كيتباع في الصيدليه. هذا الشيء طبيعي راه خصو يتقيم، لان هذا الشيء طبيعي في الصيدليه اي حاجه كيدخلوا فيها شي حاجه شيميك. راه الدواء اللي كنشربوا كله والكريمات اللي كندهنوا كلهم شيميك كلهم، سمعتوني؟ هذا الشيء طبيعي لا، هاد الشيء طبيعي كيتعمل فيه معقمات اللي هي طبيعيه، كيتعملوا فيهم مواد طبيعيه 100%، فهمتيني؟ ما عنديش البارابين والسلفات والسيليكون في الفارماسيانات، لا الفارماسيانات كيعملوا الشامبوانات كيعملوا بزاف الحاجات فيهم بارابين والسيليكون باش يحافظوا على باش يعطيوك ديك الريزلت، يعني النتيجه دغيان، فهمتيني؟ هاد الشيء طبيعي لا، هاد الشيء هذا خصو يتقدر، خصو يتقدر ارتيزانال. هادشي كيتسمى ارتيزانال، وهادشي بيو وطبيعي وعنده مقاييس وعنده معقمات ديالو اللي هما طبيعيين ماجين من الطبيعه، وهادشي كيكون غالي، طبيعي كيكون غالي. ما تخلطش الاشياء. دابا انا اللي كنشوف باللي انهم كيحاربوا سبيرولينا، ديك الفارماسيين الصيدلانيين كيحاربوا سبيرولينا وكيحاربوا المكملات الغذائيه الطبيعيه وكيحاربوا ديك الشيء طبيعي وكيحاربوا ديك الشيء ما عرفت شنو. علاش نتوما في الفارماسي كتبيعوا سبيرولينا؟ سبيرولينا ما عندها حتى علاقه مع العقار، سبيرولينا ماشي دواء، سبيرولينا كتبع في المعاشي. اش دخل شنو حشر الانف في القحبه ديماكم يا دوك الصيدلانيين باش تمشيو تبيعوا سبيرولينا؟ غير قولوا لي، يلا قولوا لي سبيرولينا راه واحد الحاجه اللي طبيعيه 100% طبيعيه، عشبه مطحونه على شكل باستيات. علاش كتبيعوها في فارماسيا؟ علاش؟ انا نقول لكم علاش، جبروا فيها الربح، حيت كلشي كيهضر عليها مؤخرا. كلشي كيهضر عليها مؤخرا. لا، فارماسيا خصها تبقى فارماسيا، العقار العقاقير والكيمياء والشيمياء وباق بوم. لا، مشيو عملوا التجربه على الفيران، حنا هادشي طبيعي ما كنجربوهش على الفيران. هادشي طبيعي خصو يتباع في المعاشي ديالو، عنده الناس ديالو، عنده الاشياء ديالو. علاش رجعتوا كتبيعوا سبيرولينا فارماسيات؟ جبرتوا فيها الفلوس الرباح، ياك ما سبيرولينا رجعت عقار، رجعت دواء باش نمشيو نشريوها حنايا في فارماسيا. سنين وحنا كنشربوا سبيرولينا من عند المعاشب اللي هي معترف بها، وفي هذه الدول هذه العظيمه في اوروبا. كيفاش نطلبوا منتوجاتك من الجزائر اختي؟ للاسف الجزائر شمال افريقيا ما كنقدرش نصيفط لها لان عندكم مشاكل تما، ماشي انا بالنسبه لي، مشاكل لكم، مشاكل ديالكم. علاش انت ما عندكش الربح؟ فين ما عنديش الربح؟ فين ما عنديش الربح؟ انا كلي ربح. كتعجبني يا اختي من الجزائر، ربح في داك الزين ديالي. للاسف الجزائر مازال اختي ما كنصيفطش شمال افريقيا والدول العربيه وتركيا. كيفاش نطلبوا منتوجاتك؟ هذه قريتها، النصب والاحتيال الحلال. شكون لي فارماسيان؟ ممكن كتفهم في كل شيء، وهذيك هي اللي كيسموها خصك تكون مثقفه وعندك شويه ثقافه عامه. ميمكنش تقول مثقفه، ولكن عندي شويه من كلش الحمد لله. ملمه وصافي، كيعجبني نكون ملمه بما يجوب حولي. عطيني وصفه الزيت، انا ما عنديش باش نشريه. واخا اختي عمل اختي سكنجبير، عمل لي بزار اختي ما بغيتش عمل سكنجبير اختي، قالوا لك سكنجبير مع زيت الزيتون هذاك اللي عينفعك. للاسف يا ريت تقدري ديري لنا توصيل الجزائر، يا ريت اختي، واولهم المغرب كذلك بلادي. غزاله ترطيب بشره الجافه، حاليا انا كنستعمل سيرافي، كنبغيك انا وانا كنموت عليكم.
اختي سبيرولينا، واش كيصلح كاع الاعمار؟ اكيد كيصلح لجميع الاعمار، كيصلح لجميع الاعمار حتى الاطفال كيشربوا سبيرولينا. تبييض المنطقه الحساسه، مازال هجاله. ايوا تسوقي هذاك نتهجل ولا نتزوج ونبشرك راني ماشي هجاله. يا ريت يا ريت كنت هجاله. يوش تراها جدا الهجالة في ذاك قلب داري بيها غير رباه، يوش تراها رفتة الهجالة في ذاك القلب داري بيها غير رباه. تيرانانانانانانانانا نانانا يوش تراها رفتة الهجالة. عندك الصح، نحبك برشا برشا وانا نحبك برشا، صوتك واعر غني لينا. جرينات يا ربي وتحشسه وقت ناخذ سبيرولينا اذا بغيت نغلاض كليها من مر الماكله. علاش انا نقول لكم شنو السر؟ انا كنت قلت لكم واحد المره شنو السر اللي كيقولوا كلها من مور الماكله، شربها من مور الماكله. علاش؟ لان اذا شربتيها من قبل الماكله هي فيها الالياف، فيها البروتينات. شتي هي سبيرولينا بعدا بوحديتها راها مكمل غذائي، راها وجبه كامله، غير جوج حبات في النهار راها وجبه كامله. بحال الا كليتي البروتين، بحال الا كليتي اللحم، كليتي فيلي ديال اللحم، بحال الا شربتي الحليب، بحال الا كليتي الالياف، كليتي الخضر، كليتي الفواكه، فيها المعادن، فيها المعادن. يعني بحال الا كليتي كلشي جوج حبات بلا ما تاكل النهار كله. خلتو شي شتا طيح بالمسخ ديالكم، حنا ربي كيرحمنا وكطيح علينا الشتا، والحمد لله مزيانين، ربي مرفه علينا وعايشين لافي ومزيونين. وانتينا وليدي ولا بنيتي، شوف انتينا راسك وليدي شني كتعملي؟ الله فقستي مبيطه، واش كتمشي مع الرجال الا كنتي راجل، ولا كنتي مراه واش عندك رجعتو كتعملوا صاحباتكم؟ شوف واش زحتي ولا زوي مال زنيداق؟ شوفوا راسكم نتوما وليداتي اللي قطعتوا علينا الشتا، ملي بنتو نتوما ما شفنا الربح، ملي بنتو وليداتي زملتو وتزحتنتو وزملتو وتقرشلتو، بقينا احنا ما احنا ربي دابا معاقبنا في الجره ديالكم، ولدناكم ولدنا فيكم الهم ويلاس. شوف وليدي انتينا واش زامل ولا زعنتيتا؟ عندك صح، الا كنتي عايله عندك صاحبتك، الا كنتي عايل عندك صاحبك، رجعتو كتزملوا وليدي. احنا يا ربي مدينا معاكم فطرس. ايه والله عادين علينا، ندمنا اللي ولدناكم. قوم الوعوع اوليدي، نوكلكم ما تشبع، نكلموكم ما تسمع. قوم الوعوع هو هذا، توكلوا ما يشبع، تكلموا ما يسمع. الزمله رجعت موضه، وشفت انا البارح جوج دبنات في المافاس مشاو يسكنوا في فاس، قال لكم ما كيبغيو بعطيتهم وكيعملوا ديديكاس للعاشقات ديالهم. وهما خطرو يكونوا رجال، هما خطرو يكونوا دراري. ايوا يلا تحسينا ووقفه ويا اخري عاوتاني يزملوا جاوا يشطحوا هنايا، مشاو يشطحوا في تركيا. ايوا شنو باقي؟ الصيده والمصيبه الكحله. وليدي اوليداتي نتوما اللي قاودتوا علينا، الدعوه بكم الله اوليداتي. هزوا معايا المعروف في هذه اللي قالت لك خالتي واش عطيح علينا الشتا. زملتو يا قوم لوط، بغينا ربي يديكم يا تسعه رهطين. وفي الاخيره ما قوم الوعوع، قوم الوعوع، تكلموا ما يسمع، توكلوا ما يشبع، وفي الاخيره ما يشفع. سعاد ايريس لا ميخور موتشيسيماس غراسيات توتيس موتشا راسون بونيتا بريسيوسا موتشيسيماس غراسيات. سعاد ردينا على فيتامين سي، فيتامين سي رائع، فيتامين سي اختي، والتوهج والاشراق للبشره هو اللي كيحفز الإيلاستين والكولاجين في البشرة. وفيتامين سي إلى وفي الدنيا ما وفي الزيد وفي الدنيا ما ينفع، لا حول ولا قوة إلا بالله، موت حسن محياته. هذا قوم الوعوع. تعاونوا معي الأخوة وصلني باش نفتح اللايف بلا ما يتعاونوا معك الإخوان أختي، ضرب غير واحد الدورة بزكك وعاد طلع لك الآلف. سمعت صوتك رائع بزاف، ربي يحفظك خيول أختي، وانت اللي عزيز الحلوة. تحية دوكالية تبارك الله على الزين المغربي، ربي يحفظك. أنا ديا ربي يحفظك أختي.
Hello from London. Hello. How are you? يا وش ترى هرفت الهجالة في ذاك القلب داري بها غير ربه. معك بلال أسد مهندس صوت. أهلا بلال أسد مهندس صوت، مرحبا. مش من بلاد انتينا، مش من مدينة، من اي ديكيوريخين، يعني شنو اصلك؟ سلام، لاباس؟ وش حال الزيت؟ الزيت 65 والاعشاب 55. 55 الاعشاب فيها 350 غرام، الزيت 200 ملي كبيره ب 65. توصيل على حسابي حبيبه، هذه ب 45، هادي كتبقى ب 45. ماسك ديال الوجه وديال الاطراف، يعني انا كنبغي الاطراف، المناطق اللي ما عندكش فيهم متوحد اللون. صابون، الصابون كتبقى 6 الاورو للقطعه. بالمصايف طب كلشي يا بنات، لان كلشي هنايا علاجي، علاجي كلشي هنايا كيعالج طبيعيا. حتى انا نقول لكم واحد الحاجه، حتى اللي باغي يعمل الوقايه، الوقايه يعني اللي باغي ما يتحلاش الشعر، لان الشعر ديالنا راه ماشي ديما غادي يبقى في الصحه ديالو. اللي كتقول لي وحده قالت لي انتينا عندك لوريجين ديال الشعر ديالك هكذا، انا لوريجين الشعر ديالي مقوده، انا لوريجين الشعر ديالي راه حرش، راه شعري كيتبوكل، كيتبوكل هكذا، كيتبوكل هكذا، ديك التبوكيله كيتبوكل، شعري كيتبوكل بوكلي، انا شعري لا طوال راه بوكلي كيجي واعر، انا شعري كيتبوكل وناشف، ناشف وشعري كنطح لي، انا كانت جاتني التعلابه، شعري كنت عملت فيه زله، هادو كانوا هايده دخلوا لي، هايده هادو هكذا كانوا دخلوا، هادو هذه كانت بدات كطلع، هذه كنت كنشوف انا سنطحتي كانت بدات كطوال، ما عرفتش علاش. اي والله كانت عندي النخله، انا ما بقاتش، كانت عندي النخله ما عرفتش فين مشات، كانت بدات كتفرغ لي من السنطحه، كنت عنقرا الله يستر. ورديت شعري، اللهم لك الحمد، رديت شعري. دابا اللي باقي هو عاوتاني الزيت والمساجات والاعشاب، وباش يطول لي الشعر دغيا. دابا بغيا الشعر يطول، وتخيلوا نتوما الشعر قوي وطويل وصحي. حتى اللي ما عندهاش المشاكل في الشعر تهلا في شعره تاخذ هذا الشيء هذا. حتى اللي ما عندهاش الحبوب في الجلد ديالو كتبغي تهتم بالجلد ديالها، يعني الوقايه احسن من العلاج. تعمل واحد الحاجه ديال الكاليتي وتعرف راسك بلي انك كتحمي راسك، كتوقي راسك، كتعتني بالجلده ديالك، كتغذي البشره ديالك طبيعيا. فهذه راه عامله فيها، هذه راه عامله فيها حتى سبيرولين، هذه سبيرولين كلها معادن، وعامله لكم فيها فيتامين سي. هذه راه البودره العجيبه هنايا، عرفتوا شحال هنايا ديال المعادن وديال مو بلا ما نقول لكم. واش كلشي كحل ولا غير الشعر؟ الله ما نعرف. انا كنصيفط لكندا. وي جاوك الكرينات واعرين بحال هيدا. عندي واحد الفيديو قديم في الكرينات كنت عاملاهم في الفيديو دول العام الاول يمكن، بحال هكذا، ولكن الشعر كان عندي بلوند، كان عندي الشعر كري، ما عرفتش ديك الفيديو راه كان عندي في القناه الاولانيه ديالي ديال نص مليون اللي مشات لي. دابا نعاود نرد، دابا نعاود نرد ديك الفيديو لا جبرتو بوحتي شورطه بحال هيدا. هادي شي عامين كان عندي الشعر بلوند وكانت عندي القصه صغيره، كنت عامله ديك لي مش كري كري. وشوفوا كيفاش جاني الشعر، واش دابا هذا صحي؟ دابا ما مصبوغ ما والو، واش هكذا ولا ملي كنكون زعره ولا كتشبهي طرود الزبل؟ ما كنظنش، انا فنه طرود الزبل الا كان كيشبه لي غتكون معجزه. انت ترقص، ماماك اللي ترقص، ماماك اللي ترقص وتهز جسدها، ماماك كترقص في الكباريهات، واختك واختك كان بغي زيت ارغان. كل واحد فاش كيرتاح، كل واحد فاش كيرتاح. هادوك الحسد اختي بزاف. بلال اسد مقيم في الرباط، مرحبا خاي بلال اسد مهندس صوت ياك. انتي زوينه وشجاع، شجاعه، شكرا زين ديالي. زين ما نهضروش بريفي، زين مجوج،
شي حاجه الحواجب، الله حتى البرودوي ديال الحواجب راه تسالالي. دخل شوف راه عندي في القناه راه تسالالي حاليا. اوكي ماشي هما البرودوي ما تسالاش، ولكن اللي تسالوا لي هما لومبالاج، ما صحابيش غادي يكون اقبال على الزيت والله. والزيت راه معدل داك خصوصا للحجبان، معدل خصوصا بالاعشاب ديالو للحجبان، في حتى الاعظام ديال التمر اللي كيقوي ويكثف الحجبان، وفيه بزاف ديال الاعشاب. الزين مزوج، ضحكتيني. وي مزوج، قراي اش كنكتب ليك. ايوا الا كانت شي حاجه فيها المنفعه نقراها. كيجيك اللون هذا حسن من روبيو، كلشي كيقول عليه بصح كحال كيجي معايا. بغيت الزيت 200 ملي سعاد. دخل عندي الزين ديالي، هانتينا دخل عندي الانستغرام ديالي حبيبه. انا من مور لايف كنبقى فايقه كنرد على الميساجات ديال الانستغرام، كتصيفطهم لي في الخاص. ها هو الانستغرام ديالي سعاد ستارلوكس اوفيسي اللي فيه 20,000. عتدخل عتخلي لي ميساج وانا كنأسيبتيك وكنرد عليك. انا كنقرا التعاليق ديال البنات كاع اللي كيدخلوا عندي الانستغرام، كنجاوب معاهم، نهضروا. تما كيشريو الزيت البنات، تما كيعملوا الطلب، كنعطيهم الرقم ديالي باش كيهضروا معايا مباشره، وديك الساعه كنبقاو نهضروا التفاصيل بالضبط وكل شيء. لو بوديس انبيار ا في فيجرز خيرونا في كيرس. خيرونا اختي نقدر نصيفط. انا كنصيفط لاوروبا كامله وكندا وامريكا، هادو كاع الدول كنصيفط ليهم انا اختي. واش كتصيفطي للمغرب حاليا اختي؟ والو والله الله على هو حاليا المغرب والو الزين ديالي. عرفتي علاش؟ لان نتوما عندكم تما الديوانه غادي يفرضوا عليكم تخلصوا الديوانه، وما عرفتش شحال غيفرضوا عليكم تخلصوا، فهذا هو المشكل. اما انا صيفط ما عنديش مشكل. وات اباوت لندن اختي؟ الى ممكن جاوبيني، واش ممكن سبيرولينا تضعف الى خديتها قبل الاكل؟ ايه علاش؟ لان غتشد لك الشهيه. ماشي حيت هي اللي كتضعف، هي ما كتضعفش، حيت هي فيها الالياف، فيها الالياف. ملي كتحلل في المعده، ملي كتحلل في المعده في الجسم ديالك، فهي كتحسك بالشبع. شنو كيعمل الالياف؟ بحال الا كليتي شي طبق كبير تشلاضه، عاد فيها البروتين، غتحسك بالشبع، فهمتيني؟ فتما هيش كتعمل، غادي هي عاد غديك وغتشد لك الشهيه على انك تاكل بزاف. اوكي هذه هي سبيرولينا. علاش كيقول لك الا بغيتي تضعف شربها قبل الماكله، الا بغيتي تغلاض حتى نمر الماكله باش ما تشدلكش الشهيه. عافاك، واش زيت اللوز الحلو مزيان للبشره الجافه؟ اكيد زيت اللوز الحلو مزيان للبشره، وكاين اللي كيقول لك زيت اللوز المر، وكل واحد ولحد الان كاين تضارب على الزيت المر والزيت الحلو. اما زيت اللوز الحلو انا كنت كنعملو عن تجربه ديالي، انا كنت كنعملو في وجهي رائع. كل شيء على الكرينات. يا لالا ويا لالا سعاد اختي، شوفي لي شي راجل. جبرت راسي بلال مهندس صوت في القناه الاولى. مرحبا، اهلا وسهلا. هذا بلال معنا مهندس صوت في القناه الاولى. سمعتي صوتي اخي بلال كنغني؟ سمعتيني كنقدم الاخبار؟ شكون اللي سمعني كنقدم الاخبار؟ شكرا الزين، بلا جميله حبيبتي. اهلا اختي، حباني نيشان من الجزء العلوي. حابه نشيان، شنو زعما تشيان؟ تشيان يعني تضعف. تشيان واتشيان شنو زعما تشيان؟ تضعفي من الجزء العلوي. سمعت صوتك جميل جدا، شكرا اخي بيلا ربي يحفظك. ننقص اختي بالرياضه، اولا غتعمل الريجيم وغتضعف، غتبقى حيت حنا منين كنضعفوا كيضعف الوجه، كيضعفوا النهاد وكيضعفوا الدرعين. كتشوفيش انا راه ضعفت، انا راه ضعفت، عاد كنضعفوا من تحت. غتعمل الريجيم اختي وغتلعب الرياضه اللي هي خصيصا للدرعين والظهر باش تقدر تنقص من هذه المنطقه هذه. اما الا كان عندك اختي الصدر من عند الله، ف الا كان عندك الصدر من عند الله فهذوك كيكونوا فيهم اختي الغدد، كيكونوا الغدد تما، ما هذاك الشيء لله. شوف واش ينقص لك مع الضعافه، شوف ما ينقصش، لان بزاف الناس كيجيب لهم الله هما غلاضين ولكن هما عندهم الصدر، ملي كيكون الصدر كبير كتبان المراه بحال الا واسعه من فوقي، وهي ماشي غليظه، كتلقاها بعض المرات الدريعات والو، وهي كتبان من فوقي مقلضمه اختي. شي حاجه للهالات السوداء.
مرحبا اختي، عندي السيروم. انا سمعتك كتقرا كتقدم اخبار شي وصفه بغيت نغلاض عندك تخسر الهضره معايا. العائله شكون تينا العائله؟ انيسة بلا 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 شكون تينا؟ عندك تخسر الهضره معايا يعني اللي كيخسر معايا كنخسر معاه. بحق انا مبقيتش كنخسر الهضره، رجعت بحال ديك سعاد ديال الاول، سعاد الزوينه. علاش غنخسر الهضره زعما؟ فوقاش انا خسرت الهضره؟ بحق الا كنتي قدامي ما نعرف نقلب فيك. شي وصفه اللي تقربني لقلبك تكون زوين وعندك الفلوس. سعاد رجلي كيبغيك، رجلك كيبغيني. شنو هادشي يا اختي؟ وكيفاش زعما رجلك كيبغيني وكتقول لي بكل جراه تفتح؟ وعلاش كيبغيني؟ واش كيبغيني ولا كيبغيك؟ خصو يبغيك ماشي يبغيني. تبارك الله عليك الزين ديالي، ربي يحفظك حبي. واش انتينا هزاياك؟ ما هزاباك. شنو هزاياك؟ سعاد طلعني نغني لكم زيني، واخا الزين ديالي. الملعوقه جاو معاك الكرينات بصح والله ما عرفت حيت عندك. واش ما كتفكريش في الغناء؟ كنفكر اخي ولكن ما جبرتش الدعم وما جبرتش كتاب الكلمات وما جبرتش كيفاش نعملها اخي. كنفكر علاش ما كنفكرش؟ انا اصلا هذيك الموهبه ديالي اللي دخلتني للسوشيال ميديا، انا هذيك هي موهبتي اللي دخلتني كاع على هاد السوشيال ميديا كلها. جاو معاك الكرينات ربي يحفظكم. صافي نبقى نعملهم دائما. سلام شو سلام اختي. انا كنشرب سبيرينا مور الماكله. انا عاد عملت شافط تعبئه، خفت نغلاض من الكرش. الا عملتي الشافط ما تغلاضش من الكرش. الا عملتي الشافط ديال الكرش ما تغلاضش من الكرش، غتغلاض من مناطق اخرى. دابا المشكله ديال الناس اللي كيعملوا الشافط كتقدر تغلاض من مناطق اخرى، وكتقدر تغلاض لك واحد الفخطه وتبقى فخده ما تغلاضش. تقدر تغلاض لك واحد الدراع ودراع ما يغلاضش. تقدر تغلاض لك واحد الجهه وجهه ما تغلاضش. هذا هو المشكل ديال الشفط. لان شنو كيوقع في الشفط؟ الهرمونات ضد المراه والتوزيع ديال الشحوم في الذات كتلخبط. والله سمعت عند واحد الطبيب بقيت مصدومه. قال لك بزاف الحالات كيوقعوا من مور الشطف ديال الشفط ديال الكرش والظهر والجوانب. منين كيبداو هذيك المنطقه ما كتبقاش تغلاض، ولكن منين كيغلاضوا كيغلاضوا من ديك الجوايه. شي واحد الفخده كتغلاض، وحده ما كتغلاضش، واحد الترمه كتغلاض، واحد الترمه ما كتغلاضش، واحد الدراع يغلاض، وحده واحد ما يغلاضش. بصح كلامك. كاين شي عشاله لسعاد؟ كاين المكرونه بالبيشاميل والكفته والجبن هكذا من فوق محكوك. هو فكرتيني نمشي نجيب شي طبيصل. غني لينا بليز. واخا زين بالصحة. كولاجين كتعمل بصح؟ كولاجين كيعمل السرطان؟ ولالا ولالا ما كاينش شي حاجه كتعمل السرطان. هو ما كاينش شي حاجه كتعمل السرطان، حاجه وحده كتعمل السرطان. اللي كيقول لكم هادشي هذا راه كيكذب عليكم. اي مطهري حاجه وحده كتعمل السرطان ما كيعملش السرطان. وما عنده علاش الكولاجين يعمل السرطان. اذا ما عرفت ما عنده علاش يعمل السرطان. حاجه وحده ما كتعملش السرطان. هما عوامل كثيره اللي كتعمل السرطان. والسرطان ما كيجيش ما انا اللي كنقول السرطان ما كيجيش من الماكله، كيجي من المعلبات وكيجي من الاستريس. السرطان يقدر يجيك اختي من الاستريس درجلك، ما يجيكش من الكولاجين. شتي الا راجلك محنك وحرحرك وغددك وعصبك غتنعس وغتنوض وغتنوض بسرطان في البزول ديالك. عينوض بزولك قد هكذا منفخ بحال الا فيه الحجره، بحال الا حشاولك فيه الحجر. هذاك تما نقول لك انا ياك. شكون اللي كيعمل السرطان؟ حاجه وحده في هذا العالم هي اللي كتعمل السرطان، هما الرجال. الرجال هما اللي كيعملوا السرطان هادوك. اما الكولاجين اختي غير شرب الكولاجين وكل الكولاجين وتهلا في راسك وكل علف وعيش الحياه. والراجل نهار اللي عاد دخلوا لحياتك، نهار اللي عاد تفتح البيبان هيدا ابواب السرطان والسرطانات، جميع انواع السرطانات غادي تشوفهم. النهار اللي كيدخل الراجل للدار للحياه للمراه
كيدخل السرطان والطناطان والهرطان والخلطان والحطاطان وكل شيء اللي بغيتي غادي يدخل لك، كل ما فيها طناطان ماش تدخل عند بابك، كل شيء اللي كيتسالى بالطن عايجين عندك صافي. هذاك ملي غيدخل ديك الراجل، هذاك الرجل، هذاك هذاك الكائن، هذاك هذاك المخلوق اللي مخلوق من الشيطان ولا من النار، هذاك خاد الجمل، هذاك الا دخل لك للدار دخل ماشي غير السرطان، جميع الطناطين سوف تدخل الى المنزل. هذاك خصك الله يستر، هذاك الراجل خصنا نتلقاو له في الباب نرشوه بالملاح بحال الكرانه، ماشي الكراين، الكراين الضفدع، الضفدع باش كتمشي في حالها، باش الا كانت مسكونه بشي جن ولا بشي حاجه كتسيب عليها، كتسيب عليها غير الملحه وكتعمل مسكينه فيو كتلاشى هكذاك. ديك الراجل خصنا ولد القحبات من الباب نبقاو نرشوه بالملحه، حنا نقددوه كله، نحشيوه في البانيو د الحمام ونقددوه، حنا نديرو نخلعوه، كتعرفوا الخليع القديد، ونكبو عليه الملح، كله طاقه سلبيه، كله طاقه سلبيه، الراجل كله طاقه سلبيه، طاقه سلبيه من ساسو راسو مسكين، خصو يمشي بحر يوميا يضرب في سبعه الموجات في البحر، الا ما بحر غرق له حبيبتي، غرقوا في البانيو ديالك د الحمام، غرقوا بالملح حتى يولي قديده ناشفه هكذا، يولي قديده، وخرجوا شمشوا في فيتامين دي اختي باش يحيد منه العقص، حالي خالتي خرجوا العقص والسرطان والطناطان والهرطان والحرطان والحطاطان، كل شيء يحيد من بابه، غير يزملوا غير يزملوا ديك الرجال كرهناهم. ولكن مرخصها الدواء، اكيد مرخصها الدواء، ايوا ولكن خايكو كان ديك الراجل بحال الناس، زعما الدواء حنا غير نجيو نمشيو نديرو الدواء مع من ما كان نديرو الدواء خاي والكوا، ولكن خصنا معامن، ماشي ديك السرطان اللي كيتمشى على الرجلين، هو اصلا الراجل خصو يسميوه سرطان ويعملوا له يوم عالمي، غير تسمعوا السرطان عرفوا بلي ان خصها تخرج الشرد الرجل، تخرج العلامة الرجل، الرجل يساوي سرطان بالرجلين، كيتمشى خصنا نعملوا الاباده، نعملوا الشيميو، نضربوا يمه بالليزر، خصنا نضربوا يمه هيدا بالليزر بشي اله عرفتي تحرق يمه في بلاصته. ني والله الراجل القراده على شكل انسان. الله يلا القرادة، سرطان متنقل موبيل، سرطان الجوال كيداهن عظيم، الحمد لله احنا هما الحياة، احنا هما لافي، احنا هما الحياة وسر الحياة. حنان شنو صيفتي لي؟ يكمل فيديو دزامل، مرحبا بك في القناة الأولى خي، شكرا دعوة هذه كانت شرف بها، أهلا وسهلا والله مرحبا، يعني دعوة هذه نتشرف بها، يلا شوفنا خي شي دور في شي مسلسل ولا في شي فيلم ولا في شي سهرة، مرحبا على الراس والعين، الله يا ودي نهود البلادي، مرحبا. هو السيد مهندس صوت في قناة الأولى كيقول لي مرحبا بك في قناة الأولى، مرحبا خي، مرحبا، دخل عندي الانستغرام ديالي خي بلال، دخل عندي الانستغرام ديالي ونتواصلوا ونهضروا في لي ديتاي، ما تنساش بوكو خوكو غير الله يعطيهم انقراض كما انقرضوا الدناصرة، هذوك خويا وبويا وعمي وكاع ديك زكي كله صافي، بغيتيني خسر عليك الهضره، الله يعطيهم الانقراض مجال الله يعطيهم معطل الدناصرة، الله يعطيهم معطل الدناصرة، والله الا جيتي الرباط مرحبا واهلا وسهلا، مرحبا، ربي يخليك ربي يحفظك، الله يكبر بك باترونا، ما باتروناش الله يعطيهم معطل الدناصرة، بغيت ربي يعطيهم معطل الدناصرة، زعما انا شفت منهم الرباح، تعرف علاش حنايا كرهنا هاد العقص، عندك الصحة اختي. يا صافي هزنا الماء وهزكم الماء وضربكم الضو، سلام الزين، بوناس نوتشيس غوابا، بوناس نوتشيس حبي كيف نتينا، الحمد لله مزيانة، سلام الزين، سلام، كتعجبني بزاف، ربي يحفظك، وبارطاجيو لنا اللايف، بارطاجيو اللايف، هاد الأيامات تيك توك
تيك توك ما عرفتش علاش عنده المشاهدات طايحة هاد الايام، على كلش الجو ميت من ولدي وجبد. ايوا الهلا يقلب ولا يشقلب قلبي عينك. نقلب عيني علاش زعما؟ كنعرف نقلب عين، كنعرفش نقلب عيني. الى جيتي الانجليز مرحبا، ربي يحفظك، شكرا. شني فات الطبله لا سعاد، انا غير كنشكرك وصافي ربي يحفظك. حشومة عليك ابنت الفاسي، ابنت الخوارة. انا كتقرا تعاليقي وما كتجاوبيش. اوي لي اختي شنو قلتي لي؟ رجل سلطان المرأة جاو قرينات الحليل. وين كنموت على المويمات؟ باقا صغيرة انا ماشي قد المويمة. تموت على المويمات زعما دابا نتينا دابا هكداك مشحط بديتي كتقيم وانا غادي نكون ماماك. باقا صغيرة انا، ممكن الا كانت عندك 20 سنه نقولوا انا الا جوجت على 20 سنه نقدر نكون ولدت ولدي عنده دابا ولا بنتي عندها 20 سنه. ايوي مي الا كنتي اخي قدي قد كنتي كتقول المهمات زعما ام سو سوري. عينك زوينين ربي يحفظك. عينك عينك جابوا الهوا في الشيشه وهي و عينك عينك طيح الزرزار من فوق الصار بينا فيك عندك فوق الربعين. الباتري عاوتاني فيبل، الباتري فيبل. نجيب الزريعة اودي طلق داك الشعر نشوفو غير زين ولا طايح حسن من ديك الجرينات. Non, elle doit avoir 39 ans. Nari bchi liha rizo. ماشي الريزو كيمشي كيمشي هذا الشارجور ولا كتعني شي حاجه اخرى بالريزو اختي؟ والله ما نعرف. لا جاو معاك الجرينات الزين منور الله يف ربي يحفظك اخي انس. شكرا. كيف حال سلطانه؟ سلطان بارطاجيو اللايف، يلا عملوا لنا لايكات، عملوا لايكات يلا. اسئلتكم تساؤلاتكم شي موضوع نهضروا فيه. البنات اللي باغيين يشريوا لي برودوي ديالي تواصلوا معايا في الانستغرام. الزيت اللي تقويه وتطويل الشعر، الاعشاب اللي محاربه الصلع وتطويل وتقويه الشعر، البودره المعجزه اللي هي ديال تفتيح لون البشره وتوحيد لون البشره ومحاربه البهاق محاربه الحبوب، تصفيه وتنقيه البشره، توحيد اللون، الصابونه المعجزه اللي هي كتوحد اللون. انا عزيزة عليها هاد الصابونه بزاف، نموت عليها، ريحه داكشي طبيعي. توحيد اللون، محاربه حب الشباب، الكزيمه، الكزيمه هاد الصابونه الكزيمه. الناس اللي عندهم كتعرفوا ديك النساء اللي عندهم هنايا واحد المشاكل ديال الفطريات، سيرتو ديك النساء اللي غلاضات الفطريات كيكونوا هنايا عندكم هنايا. النساء اللي غلاضات كتكون هي فحال واحد الجلده بحال الحبيبات ستيتوين ستيتوين ومصلوخه ديما عندكم هادي مصلوخه. النساء اللي كيكونوا غلاضات اللي عايفهموني كتكون مصلوخه عندكم من لهنا لهنا هادشي كله مصلوخ. ها هي ها هي ورد عليا الصابونه ديالي وباقي غادي نعمل صابونات اخرين كذلك. تبارك الله البشره ديالك صافيه. نو 40 طون ايش الى دي فو. انا كنصيفط من باري. العار لما تحيدي دوك القرون ها العار العار يا لعطار سيدي لعطار يا لعطار عطيني شي بخور باش نداوي لجراحي. لا لا هذه العار يا لعطار عطيني شي زيت باش نداوي قرعتي. يا باش نطفي هاد النار عيت نصبر غزالي عداني قالوا لي دوايا عندك نصيبو
العطار كيداويه الفراق حبيبو، شدوك يا العطار يا العطار. هادشي باقي ما طولت، ما تخيلوا منين غادي يطول كيفاش غادي يرجع. تخيل انا شعري كيعمل هيدا، كيعمل هاد التموجات هادي، ومع العلاجات يا سلام شعري بلاعي. انا شعري لاحظت بلي انا شعري كيجي معاه الطبيعي. كنت قلبت، انا شعري كيجي معاه الطبيعي يا البنات، شعري كيجي معاه الطبيعي، الشعر كامل كيف ما بغى يكون. ها حنا ها العرختي، حنا حيدنا لك الكرينات، تسحب لك غادي نخيابو ولا غادي نشيانو، حنا ما كنزيدو غير نزيانو. ها انا اختي نعمل كويكه فوق كويكه وربي فوق كل شيء. ها انا اختي نعمل جوج كويكات حيت ما قبضتش على شعري بكويكه وحده، والله لك الحمد. قولوا ما شاء الله البنات، هاد القوات الشعر اللي كيتمنوها بزاف زعما ما شاء الله، ولكن انا الحل في يدي، الحل عندي. انا عطيكم منتوجات المعجزه، اللي بغات اهلا وسهلا خوتي، ما نحرمكمش منه، ولكن قلتكم انا من غنحرم، انا نحرم العاقصات. فين ما كانت شي وحده سبتني او لا عيرتني او لا طيحت فيا، هذيك ما تجيش عندي تقول لي سعاد انا كنعقل عليكم، كنعقل. هذيك ما تجيش عندي تقول لي سعاد انا بغيت الزيت ديالك، وانا انت عزيز عليا متبعك من شحال هادي، راه كنعقل عليك، راه ما عطيكش الزيت، ما غنبيع لكش الزيت، زيتي ما غتاخديش. انا زيتي ماشي ما عملهش انا للعاقصات، العاقصات بغيتهم انا القرعه، بالعكس غنزيد ندعي مع فيهم بالقرعه. صافي ها حنا، انتينا قلتي العار اختي الا ما حيد الكرينات جابلك الله ماشي من خيابو. ها حنا زدنا زيان اختي، واه صاي الزين ديما يعمر العين والفروج يدبر. هاد لاكوب زوينه ما شاء الله اختي، انا ما عملناش هاد لاكوب زعما من هوايه، راني الشعر كان تحرق لي وانا بقيت كنقطع فيه حتى بغيت دابا نقادد. شوفوا ما شاء الله القصه البنات كل 15 يوم كتزيد شويه، ما شاء الله. وردوا معايا البال، لا ردوا معايا البال، السيمانه اللي فاتت ما كانتش هنايا، كانت هنايا والله العظيم، هادي شي 10 ايام ولا السيمانه اللي فاتت كانت هنا، ها هي دابا شوفوا فين هي، طاحت تحت الوجه. وردوا نتوما معايا البال، لان هاد الزيت هذا راه كيطول الشعر بواحد الطريقه صاروخيه. ديك اللي عندكم الشعر معكاز، هاد الزيت، هاد الزيت والاعشاب، عليكم بالزيت والاعشاب ديالي، اقسم بالله. وانتم كتشوفوني معاكم، انا ما كنعمل حتى شي حاجه اخرى، انا كنعمل الزيوت ديالي فقط لا غير، كنعمل الشامبوان سين سولفات. انا بدر من باريس، كتصيفط لباريس، كنصيفط جميع دول اوروبا اختي وكندا وامريكا، من غير شمال افريقيا ما كنقدرش نصيفط حاليا. ثمن الزيت 65 والاعشاب 55، ولكن الزيت اختي كدوز لك شهرين، الاعشاب يقدروا يدوزوا لك اختي عاوتاني شهرين، فهمتيني. راني هادي تقدر تدي مني هادي ديال شهر، هادي كتبقى 35 بالتوصيل ديالها، شني كنربح معاك انا؟ نحيدو منا 15 ديال التوصيل، اش كنربح معاك انا؟ شني غنربح معاك؟ ها زيد البرودوي لومبالاج الحاجات كلشي، شني كنربح معاك انا؟ شني كنربح 5 ديال الاورو؟ شنو كنربح انا؟ التوصيل ديالها، مشي شري هادي، سير جيب هادي، الطوموبيل دخل فيها الضرائب، دخل شنو كنربح؟ شنو غنربح؟ يمكن انا اصلا خاسره. انا باقي ما عملت دابا دراسه جدوى لهاد الشيء ديالي، باقا ما جلست عملت ورقه وقلم. هانتينا اختي، هانتينا هانتينا، ما شاء الله ما شاء الله، وانا شعري حرش. واش عندك زيت القلم؟ اللي قلم عفاك وراه عندي كبير، وبغيت سير اخي تزوج لك بشي حمارة، عندك شخصية مقودة ولكن قلبك زوين. كيفاش زعما شخصية مقودة عاوتاني؟ واش عندك الزيت؟ شوف اللي غادي تخص، اللي غادي يخسر الهضرة راه غنبلوكي، ما كنعرفش انا هنايا راك متتبع ديالي ولا اللي غادي يخسرني معايا الهضرة ويقود معايا السوايع راه غادي نبلوكي، بالي غادي تبلوكا وغادي تحرم من اللايف وغادي تبقى غير كتشوف بعويناتك وما قادش تتكلم. فالله يرضي عليكم، احترموا راسكم شوية، ايه احترموا راسكم شويه، سينو غادي نبدا دابا بالبلوك. صوتك امبوسيبل، شحال واعر غني لينا العريه العطار، ياك غني لينا عافاك. ايوا غرموا علينا اخوتي الا بغيتوني نغني عليكم، غرموا علينا، شجعونا تشجيعاتكم، اولا نتوما كتبغيو غير الفابور. سعاد زوينه ربي يحفظك،
Do you do London? Do you do leave me? Do you, do you? Do you love me? Do you, do you? شي ضحكة. شنو قالوا لك علي أنا بيلعوا بيت شي ضحكة. مراد من إسبانيا مرحبا. والله إلا فنانة موهوبة ضائعة. شي ضحكة. هذا فرعني بشي ضحكة بلاتي يا أخي. غادي نبلوكك. غادي توقف ديك الكتابة ولا عم بلوكك؟ عم بلوكك لأنك شي ضحكة شي ضحكة فرعتينا بشي ضحكة. أنا ما عنديش مع القوة ديال الكحلة. السلام كيف انتينا لاباس؟ لاباس. غني تستهلي الذهب والفضة ماشي غير الغرامة. ربي يحفظك أختي. تزوجي أختي مزوجة مزوجة بواحد القنفود. سعاد كتعطيني الطاقة الإيجابية. الحمد لله يا ربي الحمد لله. وبزاف الناس كيقولوا لي سعاد كتعطينا الطاقة الإيجابية. حديو معايا بنات دابا غير حديو. بقاو تحديو القصة ديالي واحد شوية تلقاوها هنا. وشعري ماشي ساهل يطول. أنا فرحانة 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 فراويلي. غير البنات غير هادي شهر جوج كانت عندي القصة هنايا. أو المستحيل والمستحيل المستحيل. أنا مستعجبة بالبرودوي ديالي. أنا مستعجبة شنو اخترعت والعجب. وخصهم يعيطوا لي لي كرون لابوغاتوار في الدنيا ويتبناوني. أويلي قال لك مين؟ شوف شوف ها شوف ها وراه عاد كانت هنا كانت هنا مع الحنك كانت هنا. وهذا فوق الزاد أختي أنا بقيت كنعرف. ما شاء الله 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 عليا. كنتي قرعة؟ كنت قرعة. حيت ديك السرطان اللي كيتمشى ديك السرطان اللي كيتمشى هذاك اللي قرعني أعصاب. كنعس وكنوض كنجبر قرعة هنا. كنعس وكنوض كنجبر قرعة هنا وجلس تعالج بف عطيه العذاب. حصني راسك من العين. كي غادي ندير ليها حتى الملحة ما حدايش تسالات وكبيت هذيك عملت المهمة ديالها وسنيبتها. واحدة حيت انا مستحيل ما يكونش عندي الملح في الشيق. دائما عندي الملح. بلاتي نحيد منها هذه الفوقانيه. ها هو الملح. نحصن راسي اختي. السلطان سليمان فينوما ديك الرجال شحال هادي. ها حنا دابا النساء ومحتاجين ديك الرجال بحال هيداك. السلاطين والملوك والمماليك. فين هما ديك الرجال الشغالي ما الشلاغي ما عمر بن الخطاب. اشهد الصوت الغريب. عندي القراين في الدار اختي. عندي الضفادع يمكن اختي في الدار. عندي الزفلع. عندي نؤنؤ نانا ونؤنؤ. كتعقلوا نانا ونؤنؤ؟ عندي نؤنؤ. ويه رجال زمان الهند القديم. الى ديك الرجال بحال ديك اشنو هذا كان اسمه سلطان سلطان هذاك الفيلم هنداوي. شنو هو ديك ريتريك روشان شنو كان اسمه سلطان عظيم الشاهي جارينجا. مرحبا 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 مرحبا. شنو كان اسمه هذاك سلطان اللي كان جا مع شوار يا راي؟ انا سعاد خصني الزيت. وري لي القرعه هادي هذا الزيت وهذا هادو العشب الزيت والاعشاب الخلطه بالاعشاب جوج المرات في السيمانه اختي هاك باش تحربي القرعيه والصلوعيه وباش تطولي الشعر. الشعر كيقوى كيطول بسرعه هائله. حتى اللي عنده العجز اللي عنده العجز في الشعر شوفوني غير انا شعري حرش سبحان الله العلي العظيم. فوقاش كبرتها ودت لي تحت وجهي. راه كنت كنوريها لكم راني كنوريكم مراحل انا كنصور معاكم البنات. كانت عندي هنا فوقاش ودت لي وما الا كذبتوني رجعوا الفيديوهات ديالي حبيبي. يا الله
هذا الزيت اختي وهذو الاعشاب، خلطه الاعشاب، مجموعه من الاعشاب، حتى هذا الزيت هذا معدل بالاعشاب. اوكي اختي ديالي، كيحربوا ديك العجوزيه ديال الشعر وكيحربوا الصلع وكيقوي الشعر. انا عرفتي شحال عندي الخلفه، ناري ناري ناري، عندي الخلفه بزاف. رديت لك البال، كنت قرعه، ماشي كنت قرعه، كنت فحال الا هرقتي لي فراسي ليسانس وشعلتي لقيده، بحال الا هرقتي لي فراسي، والله هرقتي لي فراسي الزيت ديال ليسانس، هيدا ليسانس، وشعلتي فيا واحد لقيده وقلتي لا يلا وطلقي يديا. كان عندي غير التبن، كان عندي فحال هيدا فوق راسي، بحال هيدا التبن فوق راسي وصافي، كان هيدا داكشي، هيدا هيدا مفتت داكشي، هيدا مشوهه كنت. مشى داك الشعر، كان عرفتي قواديت. انا شفتك في طنجه فوقاش، هادي 15 عام ولا 16 عام، كنهاود شي طنجه. انا ملي طلعت هنايا كنهاود على عامين، العامين الاولانيه اللي يلاه طلعت كنت كنهاود دابو ساعه، ضربت 4 شهور هنايا عاوتاني وهوت، ولدت وهوت، شبرني الوراق ديالو عاوتاني وهوت على 4 شهور، يلاه كان عنده قصي 4 شهور. فملي العامين الاولانيه كنت كنهاود المغرب، بيرو من بعد بقيت كنهاود على عامين، على 4 سنين، دابا 5 سنين ما هوت. وملي كنهاود راه ما كندورش، ما تشوفنيش، ما عندك فين تشوفني، فين عاد تشوفني، لان يا في الاوتيلات يا في شي موطع كنت ساره، ويا في الطوموبيل ما نخرجش انا نتمشى على رجلي، ما عاد تشوفنيش في طنجه. تمن عافاك. الزيت 65، فين هو الزيت؟ الزيت 65، 200 ملي، والاعشاب يا الناس 55، 350 غرام، وهذا 200 ملي. تدي هذا ولا تدي هذا كيف ما بغيتي اختي، ولكن انا هذا كنفضلوا الناس اللي عندهم الفراغات وعندهم ديك الشعر ضعيف 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 بزاف، ديك الشعر اللي خفيف والقرعه. باش علاش انا بغيت هاد الاعشاب هادو يحاديو في الجلده ديال الراس، تحكوهم هكذا، فهمتيني؟ واش ديك الزيت صلاح ارجنتينا؟ ارجنتينا بغيتي شي تحشم، اجي لهنا سير، يلا الله يعاونك ونزاون. وما وصلتوش، ما وصلتوش 10000 لايك، ما وصلتوش 10000 لايك اختي، ما كتخسر والو، غير كتكبسوا بحال اللي قالوا داك المساخيت كبسوا. اويلي دخلت البارح كنت البارح كنضر، وانا طلع لي واحد اللايف كانت فيه نادا حسي، وكانت فيه واحد المخلوقه، وانا نشوف دابا هادوك البنات شنو كيعملوا، شنو كيعملوا، شمن نصائح كيعطيوكم باش كيقول لك يا ربي يجيب لنا شي داعم من حيث لا نحتسب، نسى مجوجين، يا ربي يجيب لنا شي داعم من حيث لا نحتسب. انا بقيت كنعمل ها وشني كتعطيهم اختي باش يجيب لكم ربي الداعم؟ كتغني، كتشطاح، كتعطي الوصفات، كتقاسم معهم تجارب الحياه ديالك، وانت مبلوزه ما تعرفش تهضر، الهضره ما كتخرجهاش مع بعضها مقاده، وانت كتقول يا ربي وجيب لينا شي داعم من حيث لا نحتسب. لا زين لا طاي، شد العينين وحده كتخرى، وحده كتفتش على الكاغيط، العينين هايده مترشين، وحده هكذا وحده هكذا، وشد الشنيه هكذا، وشد الشنيه هكذا، وقالت لك هي باغيه يجيب لها ربي الداعم من حيث لا تحتسب. شنو كتعطينا؟ عندك شي مواهب كتبرزها لينا؟ اه هي هايده بحال خريه ديال العدس ثقيله وبس، لا قالت لك يا ربي وجيب لينا شي داعم من حيث لا نحتسب، وقال لك يعطيوهم. اقولوا لي نتوما هذا الداعم هذا اللي من حيث لا نحتسب، ما اتصل ديمه فين، ومش من الرطاح. انا الحمد لله فنه، انا ماشي غير زوينه، انا فيا المقاييس ديال الجمال العالميه، كتشكك فيها انت اذا ما كتعرفيش المقاييس ديال الجمال العالميه. انت حدك حد الخرفان والمعاز والحمير والكيادر، انتي خليك اختي في داك الزبل ديالك، وداك الزمر ديالك مدوره غير بالخيوبيه، ربي غاشي على 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 البصر والبصيره ديالك. انا جميله، انا انسانه، انا امراه جميله، في المعالم ديال الجمال من ما بغيتي، حتى من صبعي، من صبعاني ها هما قول ما شاء الله، حتى من صبعاني فيهم الجمال، فين ما شتي عندي الجمال الطبيعي الواو. صوفيا لورين ياك، شنو اسمها هذيك، اليزابيث تايلر، شبهيني الهنداويين، شبهيني الامريكان، شبهيني الهوليود، شبهيني البوليود، فين ما بغيتي تشبهني غنصدق لك لاصقه
ناضيه. سعاد واش كتحيدي مسطح شخصي بلا السر حاليا؟ قد لك انت هل واش كتحسبي راسك زوينه؟ انا فنه، انا تشوف فيا الدوخ، شوف لي غير في عويناتي وحقق فيهم مزيان غادي ندوخك. واو قتلتيني بالضحك كاتي، ربي يحفظك. الجمال ديالك انا اللي كنعرفو بشحال عويناتك الحوت. شنو هاد الحوت؟ حيدي الفلتر، ما عملناش الفلتر ما شاء الله. شي وصفه واخا نحيد الفلتر. شوف شوف شتينا الخويبه، شتينا الخويبه، جا نقول لك حاجه، انت الخويبه اخترعوا لك هاد الفلتر وما تادبطاش مع المعالم ديالك، حيت معالمك مطرطقه في دين امها، عرفتي خريه طرطقه في دين امها، معالمك مطرطقه في دين امها خريه خريه. تعرف شنو هي خريه؟ طرطقت لك في الكماره امترشه، كمرتك مفرشخه يا راس الطابله. حبك تحمقيني، ربي يحفظك اختي ديالي. اللي يبقى بلا شغل، اللي يبقى بلا شغل يشري منك وصافي. اللي يبقى بلا شغل، شوف انا ما كنبيعش اصلا المحسادات، زعما كتدخل لنايا دابا نتوما شنو زعما الفايده ديالكم؟ زعما طيح لي السوق، طيح السوق. انا عندي الناس ديالي اللي انا كنعمل معاهم هاد الشيء هذا، انت زعما طيح لي السوق غادي يسمعوا لك، مثلا غادي يسمعوا لك، غادي يخليوني انا اللي عطيتهم التجربه ديالي وانتينا غادي يسمعوا لك. علاش غادي يسمعوا لك؟ زعما شكون انت في ملكه؟ ها انت لابوراتوار. الحوت انا ديما كنموت. شكرا حمزه، راك زينه. ولا غوا باولا، انا بغيت زيت ما عنديش انستغرام. اختي شوف انا ندخل عندك للخاص دابا باش نخلي لك رقمي، اوكي؟ الا كنتي عامله لي متابعه انا عملت لك متابعه، ديك الساعه ندخل نخلي لك ميساج ورد معاه البال. انا غنخلي لك ميساج صافي اختي فوزيه، ها انا عملت لك متابعه، وعمل لي متابعه انتينا باش ندخل نخلي لك الرقم ديالي الا بغيتي تتواصل معايا. بالي خوك اناش من اختك. وانا قلت لك اخي حمزه، انا في الاول بنت لي تما لوجه هاد المراه. سعاد عمري ديما غزاله، ربي يحفظكم. شكرا. ورجلي شي وصفه ديال الكلف عافاك اختي. غادي تكون ان شاء الله واحد الكريمه قريبه بن نياسين مايد، غادي نزلها حاليا هي واحد السيروم، قريبا تكون كريمه جيل، هي غتكون جيل مواد طبيعيه 100% 100%. اش كنقول لكم؟ تقدروا الكريمات ديالي تاكلوهم والسيرومات، حتى المواد الحافظه اللي كنعمل فيهم كتكون مواد طبيعيه 100%. غادي تكون واحد الكريم جيل بنياسين مايد، هاي كيحارب الكلف والتصبغات وكيشتت الميلانين، كيفتت الميلانين في الوجه. مثلا كان عندك الكلف هنا غادي يفتتو لك، غادي يعطي التوهيج للبشره وتوحيد اللون، وغايكون فيه الاسيد هايرولونيك، وغايكون فيه البيبانتول، بيبانتين ولا بيبانتول شنو هو. بلاتو نشوفوا شكون اللي وقف لهنا. جديجه سعاد عمري ديما غزاله، ربي يحفظك. واش صبغه شعرك؟ نو ما عملتش صبغه، هذا شعري طبيعي. اويلي شعري شحالي ما صبغته ولا نو، هو حتى الشيب عندي هنايا ما صبغه الشعر، هذا هذا لون شعري انا الطبيعي. بغيت نشري الزيت كيفاه؟ فايزه دخلنا عندي الانستغرام اختي فايزه، اختي فايزه لك عندك الانستغرام ديالي، دخلنا عندي، ها هو ها الانستغرام ديالي سعاد ستار لوكس اوفيسيال اللي فيه 20000. دخلنا عندي، دخلنا عندي تما، خلي لي ميساج، خلي لي ميساج في الخاص بالحق. قشره شنو ندير لها؟ انا هاد الزيت ديالي كيحارب حتى القشره، انا ما عنديش القشره،
كي حطت هذيك القشره ديك الخايبه ديك ديك القشره الزبديه اللي كيعيطوا لها القشره الزبديه كيحارب الزيت ديالي فيه في مضادات للفطريات الزيت ديالي. جاوبيني عافاك. نعم اختي ولا مرحبا. شي وصفه لتطويل الشعر؟ الزيت ديالي اختي هو اللي هو اللي طول لي الشعر انا اختي. هذا الزيت عندي فيه 10 في واحد. جاوبيني عافاك. ما عرفتي شنو قلتي لي باش نجاوبك. ها انا كيف انتي ناس سعاد؟ بخير الحمد لله. بلاتي وانا ما جبنت الشباب انا جايه. هاني جاية.
جوجو الشارف جوجو ولاد القحط جوجو ولاد القحط جوجو ولاد القحط بقيت نشري زيت وما عندي انستغرام. ايوا اختي شغان نعمل لك؟ ما عرفت اختي ما نعمل لك. نعمل لك متابعه ونخلي لك وهدر معايا ونشوف. ضاع لهوى الله يصبرك. الرجل نقر صعيب سمعته ياك. كاينك سمعوا سمعوا الناس عندهم رجل. انا عندي المصيبه المصيبه الكحله عن حمق عن حمق. هاي خوطرني بالقباحات. هاي يهدر بحال شي قواده. انا بعض المرات كنشك كنقولو فين خلقتي في حجر قواده ولا كيفاش، حيت عنده شي معيور وشي شي حاجه تسينكير. قول الله يكون في العون. الرجال كاملين بزاف ديالي حماق. ديري ماشي نيشان، هذا ماشي نيشان، خصو يعمل اللي بغا هو وانا ما نهضرش. خصو يعمل اللي بغا هو. وهذه الدار ديالي، هذه راه الدار ديالي ماشي ديالو، هذه راه ديالي. واخا خصو يعمل اللي بغا. خصو يسكر فوقاش ما بغا. ماشي جبرتلو انا الرقم عندو، جبرت صاحبتو، جبرت عندو صاحبتو وعيطت له قدامو التليفون ديالو. واحد النهار كنت شفت له الكود ديال التليفون، جبرت صاحبتو وعيطت له قدامه هنايا وهو كيتعشى. هادي شي نهار الخميس ولا الاربعاء، 40 بيت في الزنقة، 40 بيت على برا. انا قلت هادشي ما يمكنش، هادشي ماشي الله الله، حيت انا اصلا ما كنعشي معاه. طلعت من التليفون ديالو هزيتو تحتو. على صبر صافي، ولقيت شي عن صبر صافي، لقيت شي عن صبر، لان الراجل بحال الا هرب مشي طبيب الحماق وتسيب عليا قباحه والحسد والغيره الغيره الغيره الغيره، وبغي يحطمك. عندك تعلي الراس، بغي يحطمني، بغي يحطمني، تلو عليا بحال ديك كيعيطوا لها الرتيله الهجاله، ديك الرتيله الكحله، بغي تلو عليا بحال هذاك ديك جميع الرجلين، ديك الرتيله لا بيودا نيغرا بحال هيداك.
بحال ديك الهجاله الكحله الرتيله بحال هيداك باغي يستحوذ عليا. عندي الاعصاب مؤخرا ولكن معليش حيت انا هاد الاعصاب هما اللي كانوا كيقرعوني وكيطيحوا لي الشعر. خصو يبات على برا. البارح مشى بات على برا. البارح شوف بيت 4 ايام على برا، رجع بقى يومين اولا نهار، مشى عاوتاني البارح بات على برا، شرب ولعب البوكر كيلعب القمار. 4 ايام اللي قبل كان مع صاحبته شرفه، عيط لها وعندي هنا رقمها والكونفرساسيون بيني وبينها، عيط لها من التليفون ديالي صيفط رقمها من عنده لعندي. طعمو راه كيجري، فين هو التليفون ديالي، فين هو التليفون ديالي. يلا قال لي عيط لي دابا، قلت له بلاتي التليفون ديالك هو عندي. اصحبة فاتي فاطمة، اسمها فاطمة، هي اسبانيولية اسمها فاطمة، كيتسميوها هما فاطمة. خليته كيتعشى ليهن وانا نكومبوزي الرقم ديالها ونعيط لها. شنو عملت؟ خلات التليفون، هي ساكته ما ردتش، باش تعرفها في كرشه العجينه. قالت شكون اللي كيعطي في هذه الساعه الوحده ديال الليل؟ ما ردتش وكنت انا اللي كنهضر. قلت لها شوف بنت القحبه، عينك غنجبدهم لك، غنسوف لك عينك غنجبدهم لك بحال هكذا. قلت لها اش كتعمل مع الراجل مجوج وعنده عائلته؟ اش كتعمل معاه؟ جبرك رخيصه اللي ما كنعطيهش انا كتعطيه له نتينا، انا مراته ما كنعطيهش داك الشيء وتعطيه له نتينا. قلت لها حيت جبرك شرفه ورخيصه عليها شي، خليت لها شي. هو يسمعني كنهضر معاها، انا بلوكا لي زعما التليفون ديالها ما بلوكاهش، مسحو. جات هي في الوحده ونص ولا الجوج معيطه كاتبه لي، قالت لي بيردونا سينيور شكون نتينا؟ قلت لها انا هي المرض هذاك اللي سمعتيني كنقول لك الاسم ديالو، انا هي مراته. قالت لي وشكون عطاك رقم؟ قلت لها هو اللي عطاه لي وقال لي هذه غير واحد القحبه، الا بغيتي تعيط لها وتتاكد عيط لها. قلت له هو قال لي هذه غير فلانه، جيت انا عيطت لك حداه وبغيت انا بغيت نتاكد، هو قال لي عيط لها هاك عيط لها. ايوا خليتها مزويه، بقينا كنكتب، بقات كتكتب لي، عرفتي كتبت لي ليستا بيردونا سينيور، انا ما كنتش عارفه بلي انه رجع لك. قلت لها انت كتعرفني مزيان؟ قالت لي انا كنعرفك. قلت لها انت عارفه كيموت عليا؟ قالت لي انا عارفاها. قلت لها واش كتعمل معاه؟ قالت لي حيتاش انا بغيته. لا بغيتي علاش تبغي الراجل مجوج؟ ها اوكي بغي مرات انت هي كيجي يلعب معاك وصافي. داكشي اللي ما كنعطيه ليه ما كنعطيه لهش انا، حيت داكشي عندي بالشان والهمه ما كنعطيش لاي واحد، انت اللي كتعطيه له بونتو. وانا ما غيرتش، فهمتوني؟ انا ما نغيرش، ما عنديش الغيره، بيرو واحد الحاجه حاليا كتدخل عليا وتخرج، فتدخل عليا بالنقه ما تدخلش عليا بالخنز. اش غادي نقول لكم؟ خليوها على الله وصافي. ولكن انا ادو ادود راني، اش غادي نقول لكم اودي؟ معليش ما خرجش من الوالا والتوالا، نخرج حتى من هذه. هاد الشيء كيكره بنادم كاع في الرجال. خليني نعمل اللي بغيت، نمشي نفسد فوقاش ما بغيت، نبقى باربع ايام وثلاث ايام. دابا ملي رجع بحالي لا، فهمتيني؟ واش كيخرى لي اللويز؟ واش كيخرى لي اللويز؟ ما عمل لي حتى حاجه، ما زيدني حتى حاجه في حياتي، زيدني الهم واللس. طابع في 60 سنه شويه الريوس في العيد، نشوط له الراس في العيد. انا في عمري 40 وغنكركب الزمره، باش ما نكذبش عليكم اخوتي، انا باش غنكركب الزمر، انا ما واقفاش على رجلي.
اسبانيا ما كتعاونش، وانا في حيره من امري، في حيره من امري، فهمتوني؟ باغي نكركب الزبل، باغي انا تقهرت باش ملي كتسمع واحد الانسان في حالي بالمقومات ديالي معذب، مع واحد الانسان كنت تشوفه تقيولو في وجهه، لا من تصرفات لا من كل شيء، راه دابا دخل صراو له هو دين تل هنا. ملي دخلوا قلت له سكوت انا مع الناس ديالي، شعط عليا البيبه، قال لك علاش تقول انا مع الناس ديالك؟ قلت له الا كتبقى تغوت بحال هكذا غتشبر تمشي اوطيل اللي تحت، انا ما تدخلش عليا نضري تحيحني بحال هكذا، ما كتعمل لي حتى شي حاجه باش تحيح عليا بحال هكذا. شعط عليا البيبان، اوكي، قلت له هذه داري، هذه الدار انا فيها حيت انا ولدي فيها، ماشي ديالك، ما مخلص فيها حتى قد هيدا، صافي خلصتي في هذيك 6 شهور الاولانيه صافي بح قازات. علاش السعاد ما تجيش لالمانيا؟ راه مخيره، بغيت نطير، انا بغيت نطير ماشي عين المانيا، بغيت نطير للمريخ، انا مكدبش عليكم بغيت نطير. ما كيولد شي، هذا جميع العيله المجموعين فيها اختي، هذا ما ولدت معاه ولادي، ما عملت حتى شي حاجه، ما كتب لي حتى حاجه على اسمي، كان موعدني بشي حاجه ماشي يكتبهم على اسمي، هذا والو، خلانا ما عاملين والو، حتى الحاجات اللي كنا عملناهم انا وياه بالفلوس بصح مشى لعب بهم القمار. البنات اللي كتقولوا لي ماشي قلتي اسبانيولي لاباس عليه، حيت انا كنهضر في اللايف وما كنهضرش في الفيديوهات، فهما ما كيسمعونيش، انا كيجيب لي الله كلشي سمعني هنايا، فانا ماشي كنهضر وكنعاود لكم حيت انا غتخلصوني شي حاجه ولا كنربح معاكم شي حاجه، انا كنهضر جابته وانا مفوجه وصافي، حيت صافي هادشي اللي هادشي اللي حياتي دابا حاليا، هادشي اللي عطى الله، هاد القوه ديال الكحله. راجل عوج اولا مرا عوجه، ما كاينش شي مرا عوجه، كاين الراجل عوج، ما عمره ما غيتقد، عمري ديلي الكلبي ما يت... ما... ما... ما ما يتعيدل، عمري ديلي الكلبي ما يتعيدل، دائما ديك الديل ديال الكلب دائما مقود دين امه، عمره ما يتعيدل، عمر ديال الكلب ما يتعيدل، بحال شي نماذج هنايا. خصني نسالي مع اختي، انا مكسوره الجناح في اسبانيا، هذيك خصكم تعرفوها، انا ما عندي حتى واحد، انا بوحديتي، ف اسبانيا ما كتعاونكش، وانا كيفاش نعمل يلا، كيفاش نعمل وانا عندي ولدي، كيفاش نعمل؟ قولي، قولوا لي فين غنمشي؟ نمشي عاد انا نتمحن ونتمندل ونتشندل وانا عندي 15 سنه هنايا، عاد نمشي انا نتمحن ونتمندل ونخدم اي كلام ولا شنو زعما؟ ما كنرضاش بديك الدل وما كنرضاش بديك الخرا وديك الخدامي، سمعتوني؟ ما كنرضاش بديك الخدامي غير دهيدا وكانو زيدو قديو عدي، ما نكذبش عليكم، انا ماشي ديال ديك الزمر هذاك، عليها شي انا صابره على الزبل، الزبل ما عمل لي حتى شي حاجه، هذا دابا كيدخل الماكله وبقيت حاسب عليها، عندكم يجيب لكم الله، مشى الخير، الخير مشى مشى، هذا راه كيلعب القمر وخلى الاملك، خلى الاملك في القمر هذا، هذا بسببه انا دخلت جوج المرات عملت انتحارات جوج المرات، هذا اللي خلى الاملك الطوموبيلات وخلى الفلوس وكيرجع لي بالكماله ديالو صراو له طايحين للدار، هذا ما فيه نفع، قارني وقتلني، ما فيه نفع، من تجيها كيتمشى فوق مني بحال فرعون، هذيك اللي كيعرف لها كيتمشى في حفر عن شي حاجة أخرى، ده ما كان بغيش
مش برسان انا ما نبغي الناس كتبغي شي حاجه مزيانه ماشي كتبغي الهم ويلاس بغينا الهم ويلاس يبقى في الدار نهار يمشي يبات في الزنقه عشرية شان بغي انا في الزبل قهرني شحال من نقير عندي واحد صاحبتي كدار معايا يوميا وكتسمعو كتقول لي بزاف عتحمق هيدا سعاد غي حمقك كتقول لي خرجوا من بالك انا النظره ديالي مؤخرا مبقاتش هي هي كنت مهنيه منه ملي كان برا الدار جاب لكم الله القن هنايا كيجيو يخرجوا له القحال انا الكبير ديال الجدرميه في لابريغاد قال لي ما جبرتي بمن تتزوج كيعجبك قال لي اسبانيول كتبغي راجل قوري قال لي ماشي هذا عرفتي فرعلو من المكتب واحد عطو من يدو تشدو في السيلون وانا تما كنعمل شكايه وكنشوفو في الكاميرات كيضرب في البيبان ضرب في الحيط ويعمل راسو ويضرب راسو مع الحيط ويلي 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 شو ويلي قال لي هذا كيتزوجوا به النساء قال لي شنو ناقصك انا على ما كنشوف والله الكبير ديال جدرميه قال لي انا على ما كنشوف زعما واحد الانسانه اللي تقدر زعما تعيش حياتها ويكون عندها محسن راجل محسن من هذا يعني فيك المقومات علاش هذا قال لي عرفتي قال لي شنو عملنا هنايا ملي جبناه بهذه جابوه في الطوموبيل ديالو بدا كيضرب لهم في المكاتب ضرب في البيبان ترشهم اربعه بهم ما قدروش عليه ما فيه غير الدرعين يمكن مسكين هذا وديك الرجلين ديك زعما كيشطف بحال هكا زعما رانا صحيح زداب تما اللي هن والو على الاخر الرجل وقيلا كنشوفو معاه في الاشهار دبوس ياك هاد الرجل كان شوفو نتناهد هادوك وقيلا كنشوفوهم غير في الاشهار دبوس والاشهار دكولونيات ولي بارفان شا غنزيد نكمل اختي قولها حق اختي شا غنقول انا غير كنهضر دابا انا غير داويه عرفتي شني غنقول والله ما عرفت منين نبدا ولا نكملها صافي مصيبه كحله ما عندي ما نزيد اختي مصيبه كحله وصافي وطاحت عليا وانا متحمله قبيح راجل قبيح راجل عندي سلقوط باغي يعمل اللي بغى ما كيقدرنيش زعما صغيره كيقول لي صغيره عليا ولا مزيونه ولا كيقول لي انا داك الزين ديالك وديك الصغر ديالك انا نمسح بهم الشقه تزكي كيقول لي مسح بهم الشقه تزكي معامن انتي معامن اولا الدار نقيه ولا هادشي كلشي انا اللي عامله ما الا جات عليه والله ما يعمل لك حتى وراه شوف شو الناس اللي كيقمروا كيسكروا كينفحوا كيغبروا كيعمل كلش هاد القس هذا مقمقم مقرقم كيعمل كلش في الصباح بغيتي ملي دابس معاه عاوتاني دابس نعاوتاني في العشيه قلت له هادشي هذا اللي كتعملوا نتينا كان عليا انا نعملو اللي صغيره ومزيونه وعندي لاطي وجايبه راسي انا اللي خصني نعمل هادشي هذا ماشي نتينا ها مشي نيك العالم انا العالم نيكو انا اللي خصني نعمل ديك الشركه وانا جالسه في داري شد عليا حد يا ولدي جامعه داري ديما نصيق ديما نخب حياتي مشات خساره انا اللي عملت انا نقول لكم واحد الحاجه شو الناس ملي كيكونوا عندكم المشاكل وكتبغيو تخرجوا منه كترميو فراسكم في مشاكل اكثر منه انا هذه متاكده منها انا الى جاب الله ساليت مع هذا الكنس وقفت على رجلي والله يا الحبايب ديالي اللي عنضرب سنين عاوتاني ما نقربش الحس الرجاله لان غنخاف انا خوفانه انا مابقاش عندي الكونفيونس في جنس الرجال لان منين كتخرج من واحد المشكل خصك تعطي راسك واحد الفرصه عاد تدخل في شي خرا اخر انا كنت في الدار دخاي كانوا عندي المشاكل مراتو هو قباحات حمقوني عاوتاني شنو عملت انا كنت باغيه دار تشد عليا تسمى عندي دار وعندي واحد ولد القحبات معايا لان هنا الدنيا خايبه هنا المغاربه كانوا طامعين فيا بزاف ديال الحاجات اللي كيشوفك مطلقه وباقا صغيره كيبقاو يهضروا فيك فهمتيني كيهضروا فيك انتما عارفين مع كنت عايشه مع هذاك اللي اسمه خاي ومراته فاش غادي نقول لكم مشيتي غير نفتش الخدمه كيبدا يهرس عليك خاك الكيسان علاش مشيتي تفتش الخدمه عند فلان فلاني عنده الحل الحلاقه هذاك راه سلقوط هذاك راه فعل وزعما انا هجاله فهمتوني ديك شرف الزب فانا بغيت نشد على راسي
نعمل حتى انا نعمل ما عملوا الناس نتزوج منا كتسمى الراجل هيبه منا كتسمى عملتي دارك ما بقيتيش في الدلف بويت مع خاك شد عليك قدايده البنات متر ونص شادين عليا متر ونص انا كنت مشدوده في متر ونص تما نجلس تما نقيل كنخرج للاداره ديالي ولدي معايا الا كاين شي طبيب كاين شي حاجه ندخل ونشد عليا في ديك البيت دخاي حتى التلفازه حيده لي 9 شهور وانا بلا بيها وملي هضرت قال لك مشاو هما حرضوا عليا ماما بنتك هضرت فينا واخا زيد هادي مع هادي عيحمقوني مساخط عيحمقوني والله الا كلشي مجموع ضدك ملي كيتجمع كلشي ضدك قول الحمد لله وانا شنو انا باغيه الحياه وباغيه نعيش في سلم وسلام وباغيه نعمل بروجياتي وباغيه الحياه باغيه نعيش شكون خلاك ما خلاك حد غير القواصه الكحله هذا دابا كيشوفني معاكم هنايا في السوشيال ميديا كيبغي يطير وكيبغي يفرفر بالحق شنو هو يخرج يفسد كيفسد هذا راه كيفسد هذا راه خائن كيفسد كيسكر كينفح كيعمل البوكر كيخسر فلوسنا اللي هو فلوس الاسره كيمشي يخسرهم وما يخسروش في دارو ولا يجي بقى يتحاسب معايا حنا راه عمل لي الورقه وستيلو بقى كيتحاسب على البيضات قال لي جبت البيض وجبت هادي شبرت على ديك البيض وشبرت ديك البنان وشبرت ديك المناضات وشبرت ديك الزبده وعملت لهم هادو شنو جبتي لي 19 اورو ها وسيبت ديك الجرده وديك الجرده عندي مشعشعه الا طاحت فيها الحاجه بحال طاحت في البير قلت له تحاسب معايا حيت هذو ولاد القحاب اللي كيكونوا بحال هكذا كيكونوا كيبغيو يشيطوا النفاحه ويبغيو يشيطوا للبوكر ويبغيو يشيطوا راسهم ماشي كيخسر على عائلته بالعكس انا كنخاف شي نهار يمشي يهز لي شي حاجه انا صافي انا ما بقيتش عارفه والو والله ما بقيت عارفه شي حاجه فقال لك اختي شكون اللي رماك على الهم رماني على الهم اللي اكفس منه صورتي الحياه ديالك مع اخاك وانتي هجاله مع مراتك مسوده لك حياتك خاك مسود لك حياتك محيد لك التلفازه 9 شهور ما تفرجتي في التلفازه وانا من عشاق الفرجه والتلفازه وحيد لك التلفازه وتجلس في ديك البيت ما عنديش حتى الويفي حيت ما كانوش عندهم الويفي في الدار ما عندي لا ويفي ما عندي لا كونيكسيون ما عندي حتى لعبه فحال شي معتقل وصافي انا كنت عايشه فيه المهم بغيت زعما نجمع راسي ونعمل الدار ونعمل راجل ونعمل سنه الدويره ديالي وبقيت معاه بقيت معاه اليهودي حتى عمل فلوس هاد اليهودي هذا اليهودي كان لابس عليه وتفلس وانا ملي تلاقيت معاه انا دفعته يعمل فلوس وبحالي انا دافعه دابا عاوتاني راه غيفتح شي شركه مع فاين ملي كيكون معايا العراقب ديالي واعرين ملي كيكون معايا كيسهل عليه الله ملي كيكون معايا الحق اليهودي مترش مفرق وكان غير معوط لي راسو انا ما عنديش مشكل في الشرف ما عنديش المشكل في مهرم ما عنديش المشكل انهم كيقدرش ينعس معايا ما عنديش مشكل بارده ومهاني راسي وعاجبني راسي وعايشه انا غير نعيش فهمتيني ولكن ولد القحبات نتينا دابا قال لك رضينا بالهم والهم اسيدي قال لك والله مرضى بينا قلنا له صباح الخير مرضاش علينا ها هو الهم الا تسلط عليك عطيه الطريق غير عطيه الطريق كنبغيش نحشي هادشي في راسي لانني كنمرض ما كان هدا حتى كنسمع ديك الكلام لان ديك الهدير ديالو انا راه عندي هنا عندي الهدير ديالو هنا 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 مع شكدر ابابا وديك الهدير عندي ساكن لي في الراس غيحمقني اليهودي علاش كنقول لكم ما تهربوش من مشكل تمشيو تطيحوا في شي مشكل تقولوا عاد تجوجوا تخرجوا من الدار ديالكم ولا من دار باباكم ولا كيف ما كانت الامور ما تهربوش من واحد المشكل لانكم غادي شوف كيجيب لكم الله غادي تهربوا من ديك الهم اللي نتوما فيه كتمشيو كتبدلوا الهم بالهم الا خرجتوا من مشكل عملوا فتره نقاهه قراو اموركم شوفوا شنو غتعملوا درسوا حياتكم استقروا بعدا تكونوا ستابل في النفسيه ديالكم وتكونوا ستابل في الحياه ديالكم وشبرتوا واحد الريتم عادك الا بغيتي تدخل ديك الساعه ملي كتبغي تدخل شي واحد لحياتك كتدخلو عن قناعه كتدخلو وانت مرتاحه باش علاش الا دخلتيه وانت مرتاحه كتدخل ديك الانسان الصحيح للحياه ديالك اما الا ما كنتيش مرتاحه كانوا عندك المشاكل وبغيتي تهرب من ديك المشاكل كتبغي تدخل شي انسان في حياتك باش تهرب من ديك المشاكل كتدخل مشكل اخر كبير منه كيبانش ديك الساعه كيبان لك من بعد لان ديك الساعه انت اللي كتكون كتقول يا ربي هزني عندك الهم يا ربي هزني خرجني عندك الهم يا ربي نخرج عندك الهم
طيح في ياخر، كطيح في الخرا ياخر كتار منه. فيا ربي انا دابا بغيت غير نرتاح، بغيت نرتاح ونستقر وما يكونوش عندي المشاكل. الهم ديالي دابا الوحيد هو المادي، خصني نكون مكتفيه ماديا انا وولدي، فهمتيني؟ بغيت ديك الاكتفاء المادي ديالي انا وولدي، كنطلبش شي حاجه كبيره، خصني نكون مكتفيه انا وولدي وصافي. وديك الساعه عادي الا جات شي حاجه اهلا وسهلا، اللي غتفرحني اللي غتفرحني وتسعدني، حيت انا هنايا باش نكون سعيده. انا ماشي هنا باش ندابز، وانا ماشي في هذه الارض باش ندابز وباش نضيع حياتي انا في هذا الهم الكحل، وماشي انا في هذه الحياه باش نضيع حياتي. هيدك ما ضيعت مع هذا وخلاني بلا ولادي وخلاني لا دار لا دوار، وزادني في المشاكل وزادني في الهم، عيحمقني عيسطيني، عاد نزيد انا ندخل شي واحد لحياتي يزيدني هم على هم. انا شفت الهم، انا برك عليا الهم، الهم شفته عشش لي في القلب وفي الدماغ. صافي صافي، الا كاينه شي فرحه اهلا وسهلا، ما كايناش نجلس غير بوحدي وما خصنيش انا رجل اللي كنهضر، ماشي بحال انا شخصيتي كنهضر كنبغي الحياه ايرو. الا كنت غنجبر المشاكل كنبعد، ما نعطيش الفرصه كاع لبنادم انه يدخل لي في حياتي ويعمل لي المشاكل، ما نعطيش الفرصه، ما كنبغيش المشاكل. خصني نرتاح، خصني نهضر، خصني نضحك، خصني نلعب، خصني نعمل مشاريعي، خصني الفرحه، خصني نعيش. اويلي خصني نعيش، اويلي تقهرت. انا راه غير مدفونه في الدار، انا ما كنخرج ما كندخل، انا راه بعيد على المدينه وراه ما كندخل ما كنخرج. انا تجيبه 15 يوم تشد عليا، شهر تشد عليا، ما عنديش شي اداره، انا كتخرجني غير الاداره اولا نتسخر ولا غادي نخرج نصيفط داك الشيء ديالي ولا البنك ولا شي حاجه. انا ما كنخرج، ماشي من ديك النوع اللي غنقول لك انا نمشي نشرب قهوه ولا، انا راه منبليه ما بيتوتيه مليون بالمئه فحال الا فيا التوحد. ما كنخرج ما كندرج والو، ما كنعطيش فرصه لبنادم تعرف على بنادم في حياتي. كتضيع تضيع ولا تجلس مصابغي لهنا، مصابغي يهنينا البشر، مصابغي الدين البشر يهنينا. هذا الراجل خصو يشوف لي في وجهي ويقدسني ويقول لي والله كنصبح على هذا الوجه وهذا النقاوه وهذا النظافه وهذا، عادي يزيد يعمل لك بحال هذا الحتال هذا المجتمع، هاد الحوتات ديال المجتمع. عرفتي انا شنو خصني نعمل له انا باش يكون هاد الانسان هذا راضي؟ انا ما عرفتش شنو خصني نعمل له. انا الموجود الله تسليم، صافي كتشبرني الدوخ، ما نعرف. حنان انتي عارفه الهم الكحل، حنان كنبقى نهضر معاها وصاحبتي لبنى عارفين الهم الكحل، الله يلا عارفين الهم الكحل اللي انا عايشه فيه. قيل نشكي، قيل نشكي ونبكي. كنت كنهضر ما كيخليش يتلقانا، كنا كنهضروا ونضحكوا ونغنيوا. اللهم امين اختي، كأزمني انا ضعفت، رجع هو انا ضعفت، بقيت كناكل شايب كتمشي لي. اي أيوة والله ما من 12 عام قوي سمع صابره، والله عاد مصفات بزاف، حيت عرفتوا علاش كتجبر راسك مقطوعه من شجره، كتجبر راسك مقطوعه من شجره. وانا ماشي من النوع اللي كنخرج نخدم على برا، وديك ما عنديش مع ديك التشنديل على برا، ما عنديش مع ديك التكرفيس على برا، لان اسبانيا كتكرفسك كامرا، اسبانيا كتكرفس المرا كتكرفس. فانا فضلت نبقى حدا ولدي، يجي ولدي من جوج النهار، كيجيو كيخرجوا في جوج النهار، يجي يجبرني، يجبر الكيله ديالو التمارين ديالو العشيوه ديالو ميريندا ديالو، يجبر يماه في الدار، حتى الا خرجني نتكرفس غنجيب طوز الضرب ونجلس جالسه نخسرها غير في الطرقان. ولا جبت طوز الضرب البنات خبرك ماذا شمع عليا الفلوس مؤخرا؟ بقى كيقول لي صرف، هذا خبركم انا مؤخرا هذا كيقول لي صرف، هذا الشارف هذا كيقول لي صرف، اه كيقول لي صرف على راسك، جبت عندك الفلوس، عيد ميلاد ولدي انا اللي ديت ولدي يتعشى، انا اللي خلصت على راسي وخلصت على ولدي، هو خلص على راسه من راسه ما عندوش الفلوس. انا عطيت لولدي الهديه وما عطاش لولدي الهديه اول عام، العشاوات اللي خرجنا نتعشاو هذيك الايامات قال لي ميتا
نص نص. وعلاش انا اخوتي غادي نصرف على راجل شارف؟ علاش انا هاد علاش هاد النحس هذا كامل؟ هذا غير يمشي في حاله صافي، انا ما محتاجاش ما عمل لي حتى شي زياده في حياتي، عمل لي البؤس والعقص والكآبه وجميع انواع الامراض مركبهم فيا، هذا ما عمل لي حتى شي حاجه في حياتي. انا قلت يرجع على الله، يرجع داك الشيء اللي كان وديك البهرجه وديك، ماشي الطمع هذاك الشيء عملناه انا وياه، هذاك ماشي الطمع، هذاك الشيء انا عملناه انا وياه. اما انا راني سانيه له على ان ديور اللي عنده انا عامله معاه تفريق الاموال، انا ما نديش فيه داك الشيء ديالو القديم اللي عنده مع مراته اخرى ومع اولاده، راه ما نديش فيه. انا داك الشيء اللي كان عندنا بيني وبينه مشى طب فيه في الماركت، كيخرج الطوموبيلات وكيرجع، كيرجع بوالو. تصوروا نتوما كيخرج الطوموبيلات 80 مليون 40 مليون 50 مليون كيرجع بوالو. عمل جوج المرات، جوج المرات تما كنقتلو راسي حتى كيهزوني منين للسبيطار، كنجبر راسي عيم داشره في الهسبيطار مصيبه. كيفاش؟ علاش زعما دابا انا عرفت التعلق اللي عندي به بحال ما عندي حتى واحد. انا راه بحالي عايشه في جزيره الوقوق، انا راه ما كنعرف حتى واحد البنات، ما كنعرف حتى واحد ما عنديش العلاقات، ما كنعرف حد. انا مثلا غدا انا نصبح نايمه ما عندوش شكون يجيب لي الخبر، راه ما كنعرفش الناس. انا فحالي وقع لي التعلق به، ماشي حيت محتاجه ماديا ولا شي حاجه ولا عاطفيا، راه ما عندوش العاطفه هذا، ما كيعرفش شنو هي اسم العاطفه، كيعرف راسي يا راسي. فانا اللي خلاني متشبته فيه ديك انني واحد النهار جبرته قدامي وتفكيت من واحد الهم وطحت فيه، بقى عندي ديك التعلق، فهمتيني؟ اي حاجه كنبغي نعملها كنسقسيه، كناخذ رايه، بحال ديك هو اللي با هنايا اولا هو الوكيل، ما عرفش حاجه، هو اللي بحال اللي متبنيني، هو الوكيل ديالي، هو كل شيء. اي حاجه كنمشي نسقسيه، نعمل هذه هذاك، هذاك هو التعلق اللي بقى، هذاك هو ديك التعلق الخايب، فهمتوني؟ وهو مستغل ديك الفرصه كيقول هذه دين امها ما عندهاشي الجنحين فين الطير، هذه ما كتعرفش تنوض الدجاج على البيضه ديالها، هذه غير انا. وبصح انا هكذاك ما كنوض الدجاج على البيضه، هي غير البلا بلا. هو استغل ديك الفرصه الصراحه، استغلها، قال لك المراه صغيره كتلعب على الراجل الشارف، وهذا يلعب، هذا لعب عليا ماشي غير 10، هذا خلاني بلا ولادك. تعرفوا شنو الانسان خلاك بلا ولادك؟ هذا خلاني حتى ولادي خلاني بلا بيهم. فوقاش تزوجت انا؟ اذا فوقاش تزوجت انا؟ وفوقاش عشت الحب؟ وفوقاش شمن زواجات شفت انا؟ انا ما شفت والو، انا ما شفت حتى حاجه في حياتي تحسبت عليا غير هيداك، تحسبت عليا ظلما وعدوانا. بنادم عايش حياته، هو اللي كيعرف يعيش حياته، خرج يتشبخ ويخرج يقمر ويخرج يمشي عند نصرانيات شرفات يجلس معهم بالاربعيه. ايوا وانا بدلي العتبه، علاش قلت لكم ديك النهار الواحد خصو يبدل العتبه؟ اي والله بحق دابا انا ما كنعرفش ان اختي بحال اللي كيقولوا ما كنعرفش ندبر. ما كنعرفش اختي ندبر، انا سيك، انا قاصحه اختي. ما كيجيني بنادم كيكذب وكيجيني الا عطيت الفرصه لشي واحد غيكذب عليا، وانا ما بغياش هيداك، بغي نعرف حتى واحده، بغي نعمل مشروعين صافي، نعيش راسي ونعيش ولدي، انا هادشي اللي باغي، ما طلبت حتى شي حاجه من الدنيا، بغي نعمل مشروعين نعيش راسي ونعيش ولدي صافي، خرج عليا غير هذا من الدار، نمشي نكري شي، واخا نمشي نكري دار ب 200 الاورو، كنقول انا 1100 تعيشني مزيان، انا ولدي الخسائر ديالي الضا والماء الغاز الكرا المكيله الانترنت ديالك، الا جا شي لاسورانس مره تبقى تقور له شي لعيبه الحويجات، غير شي 1100 تعيشني، كنظن تعيشني صافي، ما خصني والو، تخلي غير هذا المينيمو هذا
بخير تكون داري بوحدي بوحدي وخايد الكره ماشي مشكل. انا بغيت غير هنا ما بغياش بزاف. ولكن ولكن اللي طاحت في هاد اسبانيا راه طاحت مسكينه عوجها. عندك شيء لفتح الناصب اختي؟ نهار اللي غنعمل انا شي حاجه لفتح الناصب لراسي انا غادي نعطيها لك انا، لان الحاجه كنجرب عليا انا. ملي غنعمل انا شي حاجه لفتح الناصب ديك الساعه غادي نوريها لك، ولكن تجيب معايا نتيجه ونقول لك ها هي. حيت انا كنعمل حاجات مجربه ماشي ماشي غير كنقول. انا ما كنقولش، انا كنعطي الحاجه مجربه. صافي حبيبا، والدار اللي انتينا فيها الدار اللي انا فيها اختي ديالي راه دابا في المحكمه. دابا كتبان تصميم راه حيت عامله واحد الفلتر كيعجبني هاد الكولور هذا، عامله واحد الفلتر كيسمر مزيون هاد اللون. شنو الناس اجي نقرب لكم هادين هنايا باش نشوف شنو كتقول. عمرك وتبقى في البيئه اللي اداتك غادر عارفه. يا الناس في النار بيحتك، شكون خلاك في النار؟ ما بكاونا تمام. بقيت كنهود المغرب انا، انا 5 سنين ما هودت المغرب. من غنهود المغرب؟ عاوتاني عند التمساح، عند التماسح، عند التماسيح. نهود المغرب انا عند الفاعي. نهود المغرب هي بلادي. نهار اللي غيكون عندي الفلوس غنهود المغرب بوحديتي، وغنهود نهود نشد اوطيل نريح مع راسي نتسارى. عندي دار في برشلونه ايوا اخي مزيان. اولا اختي تفرقي مع اختي، بغيت اخي بالحق بلاتي نوقف على رجلي واحد شويه. انا ما واقفاش على رجلي، بغيت غير نوقف على رجلي ما بغيا والو. بغيت نوقف على رجلي بالحلال. انا ماشي بنت الزنقه وماشي بنت الفساد، وما عمرنا فسدنا، وبيتوتي لاقصى درجه. انا راغي معاكم هنايا مطلقه الطبيعه وصافي وداسره شويه. ما انا كنحملش الزنقه، ما كنحملش نخرج، انا ما كنحملش نخرج على برا، ما كنحملش. نهار اللي كتقول لي راه تخرج، بحال كتقول لي غنحشي فيك المواس. كنبغيش الزنقه انا، كنبغيش الشارع. كتقول لي تقنط ولادي، ما كنقنطش انا بداري. انا داري عندي هي السعاده، غير مع التلفازه. عندي الدار هي السعاده، السعاده المطلقه حالي. واش مزوجه دابا؟ مزوجه. ولدي في بيتو. انا برج سرطان. انا نهار 21/7 ان شاء الله. ما جي نعمل 41. مزوجه جواج الهم اختي، جواج الهم. سقسي وصحاباتي اللي كنعيط لهم كنهضر معاهم يوميا، كيقولوا لي الله يكون في العون سعاد، الله يكون في العون. هادشي بزاف، هادشي بزاف. نقير اخوتي، نقير فرع لي الراس. غيحمقني غيحمقني. النقير النقير القباحات. وخليني نعمل اللي بغيت، خليني نعمل اللي بغيت. ولا كنعاصب راسي حيت عايشه معاه. ما يمكن ليشي انا راه فيا الدم واللحم. ما يمكن ليشي نعصب شي راسي انت عايشه مع الاخر والطاقه السلبيه. كيفاش نعمل يلا؟ كيفاش نعمل لها؟ كيفاش نعمل؟ كنبغي نطناش ونبغي نضحك. قلبها الضحك مره عزيز عليا الضحك انا، ولكن داكشي ساكن في القلب. الهم اللي كيكون ساكن في القلب راه كيعشش. حتى انا برج سرطان، بيتي مملكتي انا، بيتي والسعاده. اذا جبرت ما نخرجش من الدار انا.
المهم نخرج لك من الدار، ما عنديش مشكل زعما تقول لي راه ورا سعد بزاف عيقتي في الدار، تقول لي سعد ما كتقنطشي، نقول لك ما كنقنطشي. علاش انا زعما انت كتحس بيا انا ما كنقنطش، انا واحد الانسان ما كنقنطش في الدار. بالعكس ولا كانت الدار مجموعه كنبقى غير نشوف كل مره كنشوف قنيه، تبقى نشوف قنيه كيعجبني بحال اللي راني كنتسارى في شارع، شوف ديك القنت عجبني انا ارتحت، شوف ديك القنت عجبني راه ارتحت، ماشي من ديك النوع اللي سوساقه، لا كنت سوساقه كراني حمقت وهو اللي كان غادي يبقى يجري مورايا، هو يجري مورايا ماشي انا. سلام اختي الكريمه، كنتمنى كتأمني بالحياه السابقه، كنامن بها اختي، كنامن بالحياه السابقه اختي. يا ما عرفتش انا الروح ديالي واش جديده ولا شي روح قديمه، والله ما عرفت، لان بعض المرات كيبانوا لي شي حاجات كنقول بحال اللي عشتهم وانا ما عشتهم شي، ما عرف بعض المرات العقل ديالنا كيهيئ لنا شي حاجه وكنكونوا واقفين شي موقف وكنقولوا انا هاد الحاجه عشتها، هو واش شفناها عاد دابا عاد وحنا كيسحبنا شفناها شحال، ولا واش بصح عشناها شحال هادي ودابا تكررت معنا في هاد الحياه هادي. فهمتوني انا كنامن بالحياه السابقه والارواح، واش روحي قديمه ولا جديده، حيت كاينه الارواح اللي كتكون قديمه وكتكرر في الاجساد، كاينه الروح اللي كتكون جديده عاد كتكون تخلقت من جديد. دابا انا روحي والله ما عرفت، كنامن بالعالم الاخر، العوالم الاخرى، العالم الموازي، ديك العوالم الموازيه. كل شيء كيعيش بالامل في القلب، اكيد حتى انا نامن اختي. اه وكاين اللي ما كيامنش بهذا الشيء هذا، انا كتوقع لي بزاف. اه والله العادي مش حاجه كيتكرر معنا كنقولوا واش بصح عادة كنعيشوهم العقل ديالنا شافهم كيهيئونا بلي اننا شفناهم شحال هادي، ولا بصح شفناهم شحال هادي ودابا تكررت معنا وصافي، كتبقى غير كتبقى هذا الموقف هذا فهاد الساعه هادي هاد الجو هذا راه واقيلا وقع معايا شحال هادي. لا امني بالله ونعم بالله، امني بالله، انا كنامن بان كاينه الحياه الاخرى، نفس الاحساس ديالي انا ما نقدرش انا ما نقدرش نحكم، شنو زعما نحكم، واش من كدير الجد للشخص كتكون كارما، كيفاش منين كدير جلب للشخص كتكون كارما؟ اه زعما واش تقدر ترجع عليك الكارما، وانت على حسب انت كيفاش عملتي ديك الجلب. الجلب نورمال ممكن نعملوه في مع الانسان اللي كيكون متجاوب معنا شويه، نو كيكون متجاوب معنا، ماشي الانسان ما كتعرفو ما كيعرفك، ولا شي انسان مثلا هو مزوج وانت باغيه تجلبو لعندك وهو عايش مع راسه مع حياته مع مراته وانت باغيه تجلبو لعندك، اكيد تما كاينه الكارما، اكيد تما انت كتجبد عليك واحد الكارما. شنو اذا انت شنو كتعمل؟ باغيه ديك الانسان حيت انت انانيه، بغيتي ديك الانسان يكون معاك وما يكونش مع عائلته، اذا انت هنا كتفتح عليك واحد البيبان ديال الكارما، والكارما كتقدر تكون ايجابيه لان اي حاجه كنعملوها عندنا الكارما ديالها، عملناها في الخير غيرجع لنا بالخير، الكارما ديال الخير، عملناها في الشر غترجع الكارما بالشر، على حسب انت النيه ديالك مع ديك الانسان اللي كنتي باغيه تجلبو وتعمل له الجذب وهو عنده عائلته وعايش وكان كيعرفك. هو الجذب قالوا الجذب خص الانسان يكون كيعرفك، بعدا هضر معاك كيعرفك هضر معاك، سبق له شافك، سبق له هضر معاك، سبق له عرفك، ماشي شي انسان ما كتعرفوش عاد تمشي تعمل له الجذب. الانسان الا كان مجوج غير محتاجش تعمل له الجذب اختي، اكيد غتفتح لك الطيقان ديال جهنم ود الكارما. انتي مسكونه، انا مغبونه في هذه الساعه، ما فهمتش الارواح القديمه والجديده. اه الارواح القديمه هي كتكون الارواح عاشت في ملايين السنين ولا مئات السنين، والروح ما كتبغيش تموت، كتبغي تبقى عندها واحد الاسم،
كتبغي تبقى دائما كتسكن جسد، ما كتبغيش هي تموت وتمشي. عندها التفسير ديالها في هذا العلم، هذا العلم ديال الارواح. ما كتبغيش تموت وتمشي، ما كتبغيش تموت وتمشي زعما بسلام ولا نو، كتبغي تبقى عايشه وكتبعت يعني في الدنيا. عندها التفسير ديالها العلمي، العلمي احسن من هذا التفسير اللي كنفسر لك انا. وكتعيش في الجسد. مثلا دابا انا سعاد، انا خلقت في 81 1981 انا خلقت وتكونت كجسد في الداخل الام ديالي. الروح ديالي ملي تبعتت فيا، واش كانت الروح شي طبيبه عاشت او لا شي اميره في شي عصر اندلسي او لا شي وحده امراه عاديه؟ الروح ديالها بقات متشبته بالمكان وبالارض وبالدنيا وبالحياه، وجات تسكن فيا انا. ديك الروح سكنت ديالها سكنت فيا وتعودت فيا. يعني انا روحي كتكون ديك الساعه ماشي جديده، وكاين الارواح اللي كتخلق جديده، فهمتوني؟ هي كتخلق جديده، ارواح كتخلق جديده مع الجسد، كتبعت فيه روح جديده. هذيك عمرها ما سبق لو كانت ساكنه في الجسد شي انسان اخر. اوكي، فبعض المرات بعض المرات انا نقول لكم شنو كيوقع لهاد الناس اللي كتكون عندهم الارواح قديمه، كيكونوا كيعرفوا يعملوا شي حاجه وكيتقنوا شي مهارات، وهما ما عمرهم ما قراوها ولا تعلموها، ما عمرهم ما قراوها ولا تعلموها. انا بزاف ديال المرات كنقول واش انا الروح ديالي كانت قديمه، ولكن كانت الروح شي طبيب ولا شي طبيبه؟ لانني عندي مع هذا الشيء هذا بزاف. كنعمل شي حاجات، كنعمل شي حاجات، وكاين شي حاجات عملتهم انا وما قريتهمش، شي حاجات عملتهم انا وما قريتهمش، فبقيت كنبقى مستعجبه. كان هاد انا الا هضرت لك في الطب وهضرت لك فهادشي ديال الصيدله وعطيتك الا عطيتك الدواء، الا عطيتك الدواء، ولا كانت هنايا معايا واحد صاحبتي راه في الا عطيتك الدواء بحال عطاتو لك الطبيبه. كنقول بعض المرات واش انا، وكنعرف كنبغي نتعمق في هادشي ديال الطب، فهمتوني؟ كنجبر راسي كنعرف فيه وكيعجبني هذاك الالمام. ما عرفتش واش الالمام ديالي ولا شي روح قديمه كانت ساكنه فيا، كانت عايشه وسكنت في الجسد ديالي هي اللي ما نعرف. كاين شي حاجات وشي مواقف بعض المراري ما عارف كيجي، ما عارف عتقولوا عليا حمقى ولا هادشي، وهادشي كاين، هادشي كاين في العلم، كاين علمي هادشي، هذا راه بحثوا عليه. فما نعرف، كاين شي حاجات كتشوفهم بعض المرات كتقول واش انا عشت هادشي هذا، ولا انا كنت خير راسي كنت في شي ما نعرف، شي حاجات انا ما كاينينش دابا حاليا، شي عالم اخر. والله بعض المرات كنمشي غير نتمنى ننعس باش نحلم شي الحلامات وشي عوالم كنتمنى نحلمهم. كنتمنى نشوفهم. اصلا برج السرطان مبدع وحساس وروحاني بزاف. برج السرطان الا قال لك الهضره، الا قال لك الهضره غير سلم، قل له صافي خلات. شوف كل واحد كتقول حرام الارواح. المهم انتينا عمل لك الشيء اللي كيعجبك، وخليني انا نفكر كيف ما بغيت. ما عمركم ما تحددوا الفكر ديال بنادم، الله يرضي عليكم، ما تحددوش الفكر ديال بنادم، خليوا الفكر ديال بنادم ينطلق، خليونا نبدعوا، هذا اسمه الابداع. خليني نبدع وخليني نكتشف وخليني نعرف، وما تحدليش انا العقل ديالي بحاجه وحده بالحلال والحرام. صافي كنعرف الحلال والحرام، ولكن ما تحدنيش بها الله يرضي عليك، ما تحدنيش، ما تحدليش التفكير ديالي، ما تخلينيش محدوده. صافي امنتينا باش ما بغيتي. وجاني النعاس، نتزوج بك سيلتوبلي. الا كنتي شويه تعيشني في السعاده اهلا وسهلا، طلق ونتزوج بك. اصلا دابا انا ما عندي حياه مع هذا السيد هذا، ما كننعس معاه، ما كنقرب له، انا غير عايشه بحالي عايشه مع با جدي، عايشة كنربي واحد ولد الحرام كنربيه. ماشي كنحدد الفكرة، كتحدد لي فكري، كتحدد لي فكري. اسبانيا ان شاء الله مزيونه، ربي يحفظك. سعاد كيف بقى على هضره؟
ماشي كنحسن فيك ديالك، كنقول لك شي حاجه متاكده منها. وانت اللي كتقول متاكده منها، عاوتاني الناس اللي درسنا عاوتاني شي علوم اخرى كيقولوا هما متاكدين منهم. خصك تاكد انت من داك الشيء ديالك، وخلي الناس تاكد من الخرا ديالها، كل اللي يتاكد من خراه. حتى شي حاجه ما اكيده في هذه الدنيا، باش نزيد عاد نثبت لك، انا اللي غادي نزيد نثبت لك وغادي نقول لك انا متاكده بلي ان حتى شي حاجه ما تتاكد منها في هذه الدنيا، حتى حاجه ما اكيده، انا متاكده بلي ان حتى حاجه ما اكيده. عاوتاني حيده لي ندخلوا في الفلسفه وعلم النفس، ما رايك؟ ما رايك في مواقع علي مايا هذيك؟ انا صاحبتي ديال الميريكان راكي هنا، لبنى راكي هنا، هذيك ملي تزوجت ديك مايا وشفت ديك خينا معاها، ومايا كانت ديك الساعه كتشطح وكتربح الفلوس، وهذه قلت لها مايا هاد الراجل اللي عتزوج به هي اللي خاسره عليه. انا قلت لها من صاحبتي، قلت لها هي اللي خاسره عليه، هذه عجبرا عطاتو فلوس، قلت لها هكذا، قلت لها هذه عجبرا عطاتو في اقسم بالله العلي العظيم، العلي العظيم. وانا غير ما كنبغيش نجبد، انا ما كنبغيش نعطي اهميه لهاد الناس ديال السوشيال ميديا ونبقى نهضر عليهم، لان انا فحال ديك العرافه ديال روسيا اللي ماتت، ديك العرافه كانغا بحال هيداك. انا اللي عطيتك وجهه النظر ديالي. شوف 95% غادي تكون صحيحه، كتكون ما فيهاش النقاش، 95% ها لا يستهان بها. انا قلت لصاحبتي، قلت لها هذه عطاتو الفلوس، بغات الوراق الامريكان، هذه عطيها الفلوس هذا السيد هذا، انا ما جانيش هذا الزواج فاش جاني بشكل، فهمتيني؟ طنجاوي عجوج في الشطاحه، حنا طنجاوي معقدين مقودين، عجوج في الشطاحه في الامريكان، هو غير شي متلت تما، مشات عطاتو ديك الفلوس اللي جمعاتهم واش طحت فيهم مهزيه وز، قالت له اجي نعطيك الفلوس ديال تعمل لي الوراق. هي بغات تعمل الوراق، هي راه ماشي مايا، ماشي مشتاقه في الرجال، مايا راه ماشي مشتاقه في الرجال، ولا بغيت دير الدار، مايا اخر همها الجو الاسري، اخر همها، لان جربت اللي جربت، ومايا واحد الانسانه عمليه، هي اصلا دخلت على الزواج ديال المصلحه، عطاتو فلوس، الا ما عطاتهمش بطريقه مباشره عطاتهم له بطريقه غير مباشره باش انه يعمل معها الزواج باش تربح الوراق ديال الميريكان. وهذه انا قلت كنت صاحبتي وتجمعنا فيها وكنتناقشوا فيها، حنا كنحللوا، حلل وناقش، هذا هو لوبينيون ديالي. دابا هذاك السيد يمكن يا اما طمع بزاف، يا اما فتح فمه بزاف، يا اما مازال خصو بزاف، فدابا باغي يقلب عليها، عاملها الشونطاج، فهمتيني؟ ولكن هي كتجيني ذكيه، ما صرحتلوش بلي انها باغيه الوراق ديريكتومون، على ما كتقول لي بلي انها متاكده من راسها وغادي تدعيه وغادي تلحق عليه، ولا دعاته غتلحق عليه وغتشبر اوراق الميريكان، ما فيهاش صافي سدات مدام، راه مطوره وكتعرف اش كدير. سبحان الله كتوقع. انا بغيت واحد نرجسي كنت كنحماق عليه وخاني في الاخير، ولكن باقي كنبغي. جبرتي ما تبغي اختي، بغي راسك. تبقاو شي تفرقوا. شوف قال لك القلب كيعمل ما عرفش شحال من مليون، شي 200 مليون القلب كيعمل، 200 مليون ولا 200 مليار اختي. القلب ما عندوش ثمن، القلب ديالنا باش تتبرع تهزو انتينا هكذا وتتبرع به للناس خصهم يعطيوك فيه ما عرفش شحال من مليون اولا مليار ولا ما عرفش شحال. فعلاش انتينا غادي تهديه لواحد ولد الكلبي، واحد ولد الكلبه، واحد شيان كليطو غادي تشبطينا قلبك وتهديه له؟ انا باقي كنبغي، كتقول لي نرجسي باقي كنبغي وكنموت عليه، قلبي باقي معاه. دخل قلبك اختي في وسط القشوشه ديالك وشد عليه، قال لك تعطي قلبك لولاد الكلاب، تعطي قلبك حتى شي واحد، قلبك ما تعطيه حتى شي واحد. مع المده تخمم مع راسك انت انا بديك عتسحب كلامك، الا كنتي بعقلك، اما الا كنتي شي وحده مفروحه غادي تخلي قلبك عباد الله يلعبوا لك به، تعطي شي قلبك ما تبغيهش اختي، عندك علاش تبغيه؟ وي ما سي جو كرو سا بوركي دي سي سي سو الكي. كلامك صحيح الكي، كيستو ديسيندو انا جوج رجال دوزت وما بغيت حتى واحد
وعمري 26، حتى انا دوزت جوج رجال وما بغيت حتى واحد، وكنحس براسي ما عمري ما تزوجت. انا شفت عين النحس الا كان هذا هو الزواج، فانا ما بغيتش نتزوج مره اخرى، انا ما بغيتش نتزوج الا كان غير هاد النكبه وهاد الهم ويلاس صافي. انا شفتو هذا هو الزواج، تبتوا لي الناس واش عايشين السعاده ولا غير انا اللي عايشه الخرا هذا. ما عرفتش انا ما كنعرفش شنو هي السعاده، حتى انا في حالك الزين ديالي الا كان